السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الاهلي. النهارده يوم مختلف شويه عشان البطوله العربيه وبطوله الشيخ زايد للانديه الابطال واياب دور ال 32 الاهلي والنجمه اللبناني. اللقاء الاول فيه انتهى هنا في القاهره التعادل السلبي 0-0. كانت المباراه على استاد برج العرب. على العموم بعد ساعتين من دلوقتي ان شاء الرحمن الاهلي على موعد باذن الله للصعود لدور ال 16 باذن الله. لكن ابدا حلقتي النهارده باذن الله تعالى على فقراتها، يمكن هنتكلم شويه في البدايه كده، وبعدين الجزء الثاني ان شاء الرحمن هيبقى معايا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني. هنتكلم على الامور التفصيليه الفنيه بالتاكيد للمباراه المهمه جدا ان شاء الرحمن. كمان معايا من البدايه تشكيله النادي الاهلي. لكن قبل كل شيء لازم اقول بكره ان شاء الرحمن اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي على موعد في الحضور بكره ان شاء الرحمن باذن الله بعدد كبير جدا، انا متاكد بعدد كبير جدا جدا في مقر النادي في الجزيره باذن الله تعالى على موعد لاقرار لائحه النظام الاساسي باذن الله. كلنا نكون موجودين بكره ان شاء الرحمن لتقرر لائحه النظام الاساسي بتاعتك بدل اللائحه طبعا الاسترشاديه. ان شاء الرحمن كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يكونوا بكره ان شاء الرحمن من بدري جدا ان شاء الله موجودين في مقر النادي في الجزيره. استمرارا لهاشتاج بتاعنا بكره اهلاوي، مكملين معاكم ان شاء الرحمن. عايزين بكره بالنسبه لك يبقى افضل، بالنسبه لنا يبقى افضل، بالنسبه لكل المواطنين في مصر باذن الله وكل الشعب المصري باذن الله يكون دايما افضل ان شاء الرحمن. لكن بنتكلم في الجزء اللي يخصنا طبعا، هو جزء الرياضه وجزء كره القدم. ان شاء الرحمن هاشتاج بكره اهلاوي مستمر معاكم. يعني ناس كتير جدا 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 بشكرهم وبودهم ونتواصل معاهم، يعني بيتواصلوا معانا عبر هاشتاج بكره اهلاوي بصور جميله قوي، يعني البراءه في عينيه. يا سلام حبيبي حبيبي حبيبي، لابس زعبوط وفردت بوت عسل. كمل. الله اكبر عيني. ده كبر شويه. جميل. ده انا كمان اهو حبيبي. جميل جدا جميل جدا جميل 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 جميل. صور كتير جدا 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 بتتبعت لي سواء كان على حتى على تليفوني الخاص او على صفحه قناه الاهلي، صفحه قناه الاهلي وملعب الاهلي وهاشتاج بكره اهلاوي. هنعرض كل حلقه جزء من الصور باذن الله. حتى يمكن انا كنت في رحله في الامارات، اولا قبل ما اتكلم على هاشتاج بكره اهلاوي بتكلم على رحله الامارات، اكاديميه النادي الاهلي في الامارات اللي موجوده في عجمان والممزر هناك. يعني اعتقد يعني كل مره بتروح فيها الامارات، يعني سواء كان زياره خاصه او شغل، بيتاكد لك العلاقه الكبيره جدا 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 اللي ما بين الشعبين وما بين البلدين، والحب على الفطره اللي موجود ما بين الشعبين هناك. يعني بشكر كل الناس اللي موجوده هناك، مش بشكرهم عشان الاستقبال بس باسم النادي الاهلي او باسمك الشخصي او ترحيبك بالبلد هناك. اما تيجي تتكلم مع حد مصري هناك في الامارات ولا حاجه يقول لك الفرق ما بيننا وما بين الامارات هو جواز السفر. يعني ما تعرفش مين مصري مين اماراتي، هو جواز السفر بس اللي ممكن يحدد مين المصري ومين الاماراتي. بتتعامل بنفس المعامله الجيده جدا، حتى على مستوى كمان الحاجات الحكوميه او الحاجات الخاصه. كنت هناك في الزراعه المدارس الواحده اللي هناك، بشكر مدام شيماء تيسير هناك. يعني ازاي بتتعامل مع المصريين وازاي بتتعامل مع النادي الاهلي او اي حاجه تخص النادي الاهلي. اكاديميه النادي الاهلي موجوده في الامارات، كانت موجوده او ان شاء الله الرحمن تكون منتشره هناك. لكن انا بتكلم الشيء بالشيء يذكر على هاشتاج بكره اهلاوي. لما الناس قابلتك هناك فبتتكلم على هاشتاج بكره اهلاوي، منتشر جدا، الناس مرتبطه جدا، الناس متفاعله جدا. لازم كل يوم يعني تبعت صور، وانت كمان تبعت صور سواء كانت موجوده في بيتك او في مكتبك او في الحاجات الذكريات بتاعتك، ما تسيبهاش كده، لا اعرضها. الحاجات دي هتبقى حلوه جدا جدا في المستقبل، وخصوصا الناس زي ما شفنا وعرضنا على التلفزيون. طيب نخش في الاحداث على طول. خليني اقول لكم طب نسمع التشكيل من كريم افضل، كريم احمد المتواجد هناك مع بعثتنا في لبنان. كريم اتفضل يا كيمو.
شكرا ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ، برحب بيك في البدايه وبرحب بنجومنا في الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي. الاهلي على موعد اليوم في مباراه في بطوله العربيه كاس زايد للانديه الابطال، بعد تغيير الاسم من كاس العرب للانديه الابطال الى كاس زايد للانديه الابطال. النادي الاهلي والنجم اللبناني على استاد ملعب المدينه الرياضيه في الساعه 7:30 بتوقيت بيروت، 6:30 بتوقيت القاهره. الامور ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي، يمكن زي ما بنقول طبعا كانت اشاده بسفيرنا هنا طبعا نزيه النجاري على كل الامور الخاصه بتوفيرها ليه للنادي الاهلي بالتنسيق مع رئيس البعثه المهندس محمد الجرحي، في تنسيق كبير جدا لكل الامور الخاصه لتذليل العقبات طبعا زي ما عارفين التنقلات، ملعب طبعا اللي بيتدرب عليه النادي الاهلي. الامور دي يمكن الحمد لله كانت ماشيه بشكل مطمئن جدا منذ تواجدنا هنا في بيروت، ينقص ان شاء الله باذن الله فنيا النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. زي ما انت عارف يا كابتن سيد اكيد هيكون في تدوير النهارده، هنشوف بعض اللعيبه بعض الوجوه اللي ما بتشاركش بشكل كبير في المباريات الماضيه سواء في بطوله الدوري العام وايضا كمان في البطوله الافريقيه. النهارده هنشوف اكثر من عنصر في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. النهارده طبعا يمكن دقائق او لحظات بتفصلنا عن المباراه، مباراه الاهلي والنجم اللبناني، يمكن كانت محاضره اخيره هنا في فندق الاقامه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مستر باتريس سكرتيرون، كل الامور الاعتياديه الخاصه بها، التشكيل التكتيك، ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي. وايضا كمان بنتمنى كل التوفيق للطاقم التحكيم السعودي اللي بيتكون من حكم مساحه تركي محمد الخضير، مساعد اول محمد مكي العبكري، مساعد ثاني فهد العمري، حكم رابع محمد الهويش. يمكن ان كان لينا لقاء امس مع المهندس محمد الجرحي وايضا كمان السفير نزيه النجاري بحضور رئيس نادي النجم اللبناني، كان حفله عشاء بسيطه جدا كده، يمكن كان تم توجيه الدعوه بروتوكول المعتاد يا كابتن سيد، ويمكن تعرف حاجات كثيره جدا خاصه بهذا الامر. البروتوكول المعتاد بتبقى فيه دعوه من السفاره بيحضر فيها طبعا البعثه الاعلاميه وايضا كمان رئيس البعثه وتناول الدروع. يمكن كمان كان في حديث بين المهندس محمد الجرحي ورئيس نادي النجم اللبناني، طبعا الحب الكبير بين الشعب اللبناني والشعب المصري. مباراه ان شاء الله تكون مهمه، مباراه ان شاء الله تكون موفقه بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله. النهارده ان شاء الله جمهور النادي الاهلي يكون متواجد، تم تخصيص مدرج خاص للجاليه المصريه وجمهور النادي الاهلي. يمكن الاستاد بيسع ل 45,000 مشجع، جمهور النجم اللبناني يمكن كبير جدا هنا في لبنان. النهارده متوقع بعد اسئلتنا يعني نسبه الحضور ممكن تكون قد ايه بالنسبه للملعب او بالنسبه لسعه الملعب، يمكن من 20 ل 25,000 ده اللي احنا سمعناه من المسؤولين هنا في لبنان، لكن بنتوقع ان يبقى في ازدياد عن كده نظرا طبعا للقيمه الكبيره لقيمه النادي الاهلي من خلال ايضا كمان لقاءاتنا. حب كبير جدا، الناس بتقول احنا ما نعرفش في مصر غير ام كلثوم والنادي الاهلي نادي القرن، طبعا يمكن حاجات كلها طبعا مؤثره بالنسبه للنادي الاهلي ومؤثره بالنسبه للجمهور. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وكالعاده كابتن سيد هنكون مستمرين معاكم ونقل خاص على شاشه قناه النادي الاهلي والملعب الاهلي كل كواليس بعثه النادي الاهلي في مباراه الاهلي والنجم اللبناني. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ. شكرا يا كيم، وقلت هتقول التشكيل اقول انا يا كيم. تشكيله النهارده في ملعب الاهلي واللي هيخوض بيها الاهلي اللقاء النجم ان شاء الله الرحمن هيبقى محمد الشناوي، محمد هاني من بدايه اللقاء، سليف كلوبالي وايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور، وهشام محمد، وليد سليمان، ومؤمن زكريا من البدايه النهارده، واسلام محارب، وصلاح محسن. صلاح محسن من البدايه على حساب وليد ازارو. التشكيله مره ثانيه الشناوي، محمد هاني على حساب احمد فتحي، انتوا عارفين احمد فتحي كان موجود في لندن لمؤازره ومسند ككابتن للفريق، انت عارفين نظام الاختيار هناك، الدوله والمدرب وقائد الفريق، كان احمد موجود هناك في اختيار احسن لاعب في العالم، احمد فتحي كان موجود هناك مع محمد صلاح. النهارده بيخوض التشكيله ومن بدايتها الشناوي، محمد هاني، كولوبالي، ايمن اشرف، علي معلول، وحسام عاشور، وهشام محمد، وليد سلمان، مؤمن زكريا، اسلام محارب، وصلاح محسن. كان كارتيرون قال ان هو في مفاجاه بيحضرها النهارده في مباراه النجمه اللبناني على احساس على اساس ان في ضغط مباريات ومن بطوله لبطوله وطريقه الفصل ما بين هنا وهنا، لكن يبدو ان اختيارات كارتيرون كنت انا متوقع ان هو ممكن يكون احمد الشيخ له دور من البدايه، لكن على العموم خلينا نشوف المجموعه اللي هتبدا اللقاء ان شاء الله الرحمن يكونوا موفقين جدا. دي كواليس البعثه هناك في لبنان اللي الكل اشار بحسن الاستقبال هناك سواء كانت من المسؤولين عن النجم اللبناني، ودي حاجه بالنسبه لنا يعني معتاده، يعني الناس بصراحه هايلين جدا في التعامل، كل البلاد العربيه مش لبنان بس، لكن بنشكرهم اكيد يعني طبعا يعني على حسن استقبالهم وطريقه تعاملهم وكلامهم واسلوبهم، ودي اهم ما في الاشياء والعلاقات يعني. فدايما ده علي لطفي طبعا ان شاء الله الرحمن يبقى في فتره من فترات قريب باذن الله تعالى. طيب عندي شويه اخبار كده، لكن قبل ما نقول الاخبار ان شاء الله الرحمن يوم الاحد هنبقى عندنا حلقه مهمه جدا
جدا. انت حبيبي يعني، ما ينفعش اكروتك كده في يوم فيه النجمه اللبناني. حبيبي يوم الاحد ان شاء الرحمن كده الساعه 11 باذن الله، استنونا باذن الله في ملعب الاهلي هنا الساعه 11 يوم الاحد. يعني الجمعه والسبت ما عندناش، بكره ان شاء الرحمن هيبقى اليوم كامل خاص بالجمعيه العموميه واختيارها واسف واقرارها بلائحه النظام الاساسي ان شاء الرحمن، والكل هيبقى موجود هناك باذن الله. فان شاء الرحمن اكبر عدد في الجمعيات العموميه ان شاء الرحمن يكون موجود بكره باذن الله في الجزيره ان شاء الرحمن. يعني يوم السبت ما عندناش، يوم الاحد الساعه 11، الساعه 11 بعد فعاليات الاسبوع التاسع باذن الله او بدايه فعاليات الاسبوع التاسع هيبقى عندنا حلقه مهمه جدا. فما ينفعش نكروت اشياء، احداث كثيره حصلت في الاسبوع اللي فات. فيوم الاحد باذن الله الساعه 11 هنكون على موعد مع حلقه مهمه جدا الساعه 11 يوم الاحد باذن الله. بقول لك انت حبيبي. ماشي، خلينا ناخد واحنا بنستعرض الكواليس ناخد بعض الاخبار. كارترون قال للصحافه اللبنانيه هناك ان عندنا مفاجاه بيحضرها سواء كان في التشكيله او طريقه اللعب. لا، طريقه اللعب من التشكيله اللي جات لنا ما اتغيرتش، لكن بعض الاسماء هي اللي بدات لاول مره من فتره طويله، منها مؤمن زكريا، منها صلاح محسن بيبدا النهارده، محمد هاني بيبدا النهارده، استمرار طبعا عاشور وهشام محمد. هشام محمد قايم بدور رائع رائع جدا في الفتره اللي فاتت، مستوى على اعلى 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 مستوى. اسلام محارب بياخد بعد عدد مباريات تالق فيه كان واضح. وليد سليمان طبعا هي ورقه الاهلي الرابحه في المباريات اللي فاتت، وان كنت بقول ان وليد سليمان احنا عندنا مباريات مهمه جدا وخصوصا مع وفاق الصيف يوم 2 اكتوبر، وليد سليمان ممكن يبقى له دور مع المنتخب باذن الله في الفتره اللي جايه. كابتن وليد سليمان من الناس طبعا العاليه جدا، كنت بقول ان هو ممكن يبقى في راحه في بعض الاوقات، لكن يعني وليد سليمان جاي من اصابه وجاي من غياب طويل، ادى مباراه هي الافضل بالنسبه له طبعا في الموسم ده. هو الموسم كله حلو لوليد، لكن المباراه ديت كانت يعني فوق العاده اللي هي مباراه حريه الغيني. طيب دي الكواليس مش هتشوفوها غير في ملعب الاهلي، كواليس اللعيبه، كواليس المعسكر، الاوتيل، الاقامه، اللعيبه مع بعض، اجواء بتبقى حلوه قوي قوي يعني. ف اللي لعب كوره يحس بالكلام ده، يعني يقول لك لو عاد بيا الزمن يعني معسكر مع الفرقه ومع اصحابي ومع زمايلي بيبقى حاجات ما تتنسيش ابدا. استمرارا للاخبار، كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، لدينا دوافع كبيره لتخطي عقبه النجم. الدوافع طبعا يعني انت داخل على مباراه في منتهى الاهميه، مباراه وفاق الصيف، يهمك ان انت تخشها بمعنويات كويسه، يهمك ان انت تخش كسبان قبل مباراه وفاق الصيف دوري ابطال افريقيا، مباراه قبل النهائي، كمان حتى في مشوارك الدوري كله بيسمع، يعني البطوله العربيه او بطوله زايد للانديه الابطال، البطوله الافريقيه، البطوله المحليه، كله بيسمع مع بعضه، والمكسب بيجيب مكسب، يعني المعنويات بتبقى كويسه، الدنيا بتبقى هايله، الاستقرار موجود. وانا قلت هنا في ملعب الاهلي لو تتذكروا من فتره طويله جدا قلت لكم اغلب المشاكل، لو كان في مشاكل في اي فتره من الفترات او اي فرقه من الفرق، يعني حلها بيبقى موجود في الملعب، نسبه كبيره جدا جدا موجوده في الملعب. طيب الاهلي بيشيد بجهود السفاره المصريه هناك في لبنان، سياده السفير نزيه النجاري اللي موجود هناك في سفيرنا في لبنان، يعني كان عزم الفرقه واعضاء بعثه النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصور، والاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي، كابتن سمير عدلي حقه مهضوم، كابتن سمير عدلي الحقيقه واحد من الناس اللي هي شغلها هايل جدا، صوته قليل ما بتسمعوش كتير، بيشتغل اكتر ما بيتكلم، يعني بتلاقيه بينجز يعني تديله الحاجه فبيشتغل بمنتهى الامانه والاخلاص والالتزام والاجتهاد، يعني راجل هايل جدا جدا يعني كابتن سمير عدلي الحقيقه، يعني فشغله واضح جدا. ده كانت عشاء كان على شرف سياده السفير نزيه النجاري سافرنا في لبنان، والاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره ورئيس بعثه النادي الاهلي لبى الدعوه واعضاء البعثه وبيشكروا طبعا سياده السفير. كمان
كل المسؤولين في نادي النجمة اللبناني وفروا كل الأشياء الخاصة بإقامة الفريق أو استقبال الفريق بمنتهى الحب والود. عاشور حسام عاشور قائد الفريق وكابتن الفريق بيقول إن في ثلاث أسباب بتدفعنا للفوز على النجمة اللبناني. أول سبب إن إحنا عايزين نكمل مشوارنا في البطولة، تاني سبب إن إحنا عايزين نخش، وحسام عاشور اللي قدامنا على الشاشة بيقول تاني سبب إن إحنا عايزين نخش لقاء وفاق الصيف وإحنا بمعنويات مرتفعة، تالت سبب بالتأكيد هو تعويض النتيجة السلبية بالتعادل 0-0 مع النجمة اللبناني. أخبار حلوة برضو جاية لنا هنا من ملعب الأهلي، إن عمرو السولية بدأ يشارك في تدريبات الفريق بالكرة عن طريق دخوله النهاردة مع حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق واللي موجود حاليا مع اللعيبة اللي ما سافرتش للبنان، وبعض اللاعبين اللي ما سافروش برضو كانوا أدوا تمرينة مع عمرو السولية، منهم ناصر ماهر ومروان محسن وعمرو السولية وأحمد علاء ورامي ربيعة وعمار حمدي وباسم علي وعمر بركات وأحمد ياسر ريان وعمر جمال ومحمود الجزار. برضو خبر كويس، نجيب بيؤدي جلسة علاج طبيعي بعد إجراءه جراحة في الركبة، كل التوفيق لنجيب بإذن الله، واحد من اللعيبة الرجالة جدا جدا جدا. طيب في البطولات العربية المختلفة لعب النادي الأهلي مع دول الجزائر والبحرين والأردن والكويت والمغرب، أندية بتمثل الدول ديت، البحرين والجزائر والأردن والكويت والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس والإمارات، ودول كان عددهم 14. النهاردة مع مواجهته للقاء النجم اللبناني يبقى الرقم زاد واحد بقى 15، وعلى مستوى الأندية اللي ما لعبهاش أبدا النادي الأهلي أو أي حد يمثلها من الأندية، ما لعبش مع أي فرقة بتمثل العراق أو جزر القمر أو موريتانيا أو اليمن أو سلطنة عمان أو ليبيا على مستوى البطولات العربية، لكن طبعا لعبنا مع أندية بتمثل ليبيا في البطولات الأفريقية كتير جدا جدا. أول مباراة رسمية في تاريخ الأهلي كانت يوم 7 في البطولات العربية، يعني في يوم 27 يوليو سنة 89 مع المطابع الصومالي في تصفيات بطولة 89، وفاز الأهلي 9-1. لعب الأهلي مع أندية 15 دولة عربية زي ما اتفقنا وقلنا من شوية، ولعب مع فرق من فلسطين مرتين كانت نتائجهم كبيرة شوية، يعني 7-0 مع شباب رفح وشباب الأمعري. أكثر الأندية في البطولات العربية اللي الأهلي لعب قدامها أندية السعودية 14 مباراة، تونس 8 مباريات، المغرب 6 مباريات، الجزائر 5 مباريات. النهاردة طاقم التحكيم اللي هيخوض اللقاء أو هيدير اللقاء هو طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم تركي محمد، وده كان حكم مباراة لو تتذكروا السنة اللي فاتت في البطولة العربية جمعت ما بين قبل النهائي كانت ما بين الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي. طيب نخش في شوية حاجات كده برضو سريعة مع حضراتكم. نتيجة مباراة الذهاب بذكركم 0-0 على استاد برج العرب، أقيم اللقاء يوم 13 أغسطس في الشهر الماضي. المباراة كانت على استاد برج العرب، ومباراة كانت غريبة جدا في أحداثها، الأهلي ما وفقش أبدا في إحراز أهداف، ضيع عدد كبير جدا جدا من الأهداف، لكن هي دي كرة القدم. أوكي أذكركم بعض النتائج برضو لمباراة دور ال 32، العين الإماراتي وفاق الصيف، وفاق الصيف بيتغلب 2-1، الجيش السوري مع المريخ السوداني، المريخ السوداني بيتغلب 3-1، وفاق الصيف بيرجع يلاعب العين الإماراتي بس بيخسر 1-0، القوة الجوية العراقي بيخسر من اتحاد الجزائر 1-0، الاتحاد السكندري بيتعادل مع الترجي 1-1، الرفاع البحريني بيخسر من مولودية الجزائر 1-2، النفط العراقي بيتعادل مع الصفاقس التونسي 1-1، والسلام من لبنان بيخسر من الرجاء الرياضي المغربي 1-2، الزمالك بيتعادل مع القادسية 0-0. كل دي كانت مباراه ذهاب، طبعا في بعض المباريات العوده اقيمت مثلا زي الاتحاد السكندري والترجي، والتعادل الايجابي جدا للاتحاد السكندري هناك في رادس ما شاء الله كان 2-2، وصعود الاتحاد السكندري على حساب الترجي، ودي كانت حاجه هايله جدا بالنسبه طبعا للاتحاد السكندري. المريخ السوداني بيتعادل مع الجيش السوري 1-1، النجم الساحلي بيفوز على الرمثا الاردني 3-1، الاسماعيلي بيفوز على الكويتي، الكويتي عنده مباراه النهارده مباراه الاياب،
كل التوفيق للاسماعيلي. فاز في اللقاء الاول 2-0. الجزيرة الاماراتي بيخسر من النصر السعودي 1-2. الاهلي طبعا بيتعادل مع النجمة اللبناني 0-0. الاتحاد السعودي بيتعادل مع الوصل الاماراتي 1-1. المحرك البحريني بيخسر من الاهلي السعودي اهلي جدة 0-2. اوكي، مباراة الإياب بقى في بعض المباريات اتلعبت، في بعض الأندية لعبتها، زي مثلا الترجي الرياضي التونسي بيتعادل مع الاتحاد السكندري زي ما قلت لحضراتكم 2-2 وبيصعد الاتحاد السكندري. اتحاد الجزائر بيفوز على القوة الجوية 2-0 وبيصعد. الأهلي السعودي بيفوز على المحرك البحريني 3-0 وبيصعد. الوداد الرياضي المغربي وأهلي طرابلس 1-1. اوكي، مباراة النهاردة هي مباراة الكويت الكويتي مع الإسماعيلي، هتبقى في نفس ميعاد مباراة الأهلي مع النجمة اللبناني الساعة 6:30 إن شاء الرحمن برضو، ده على استاد الكويت وملعب الكويت الكويتي. النجمة اللبناني بيواجه الأهلي على ملعب اسمه ملعب المدينة الرياضية في لبنان. في بقى لقاءات بكرة، مثلا القادسية الكويتي مع الزمالك، في نادي مولدية مهران بيلعب مع رفاع البحريني، الأهلي طرابلس بيلعب مع الوداد الرياضي المغربي، الشباب مباراة برضو يوم السبت، الشباب من عمان بيلعب مع الهلال السعودي، النصر السعودي بيلعب مع الجزيرة الإماراتي، الرجاء الرياضي المغربي بيلعب مع السلام لبنان، يوم الأحد بيلعب الوصل الإماراتي مع الاتحاد السعودي، النادي الصفاقسي هيلعب مع النفط العراقي يوم الأحد برضو. طيب، ارقام الاهلي في البطولات العربيه، طب نزلها لنا على طول. يلا، ماشي. الاهلي مشواره في البطولات العربيه، لعب 51 مباراه، فاز في 30، تعادل 13 واتغلب 8، اهدافه 99 عليه 40. يعني النهارده اللي هيسجل على موعد برضه مع التاريخ، دايما الارقام اللي هي ايه 1 100 200 300 400 500 زي البطولات الافريقيه ما ذكرنا كده مع حضراتكم. بطولات العربيه، ابطال بطوله ابطال الكؤوس بالقاهره سنه 95، دي اول بطوله عربيه خدها النادي الاهلي، كانت سنه 95 لو تتذكروا، فاز الاهلي بيها في مارس 95. بطوله ابطال الدوري بالقاهره سبتمبر 96، بطوله النخبه في المغرب مارس 97، وبطولة النخبة العربية السوبر اللي كانت في تونس برضه هي والمغرب كانت 98. النهارده بقى اللي هيسجل الرقم 100 بإذن الله إن شاء الرحمن يبقى حظه حلو أكيد يعني. أحمد عبد المنعم ده هداف البطولات العربية بالنسبة للنادي الأهلي 13 هدف، هادي خشبة 8 أهداف، حسام حسن 7 أهداف، وليد صلاح الدين 7 أهداف، علي ماهر 7 أهداف، أحمد فيليكس 5 أهداف، وعادل عبد الرحمن 5 أهداف. اوكي، طيب زي ما قلت لحضراتكم قبل ما نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن حمد صدق وكابتن اسامه حسني، بكره ان شاء الله الرحمن على موعد باذن الله كل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي يكونوا متواجدين باذن الله من بدري جدا في مقر النادي الاهلي في الجزيره لاقرار لائحه النظام الاساسي باذن الله. احداث ان شاء الله الرحمن تكون كبيره جدا جدا، يعني انت اللي بتحط اللائحه بتاعتك كعضو للنادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي يستاهل بكتير جدا جدا جدا، مش ان انت تكون موجود، لا كمان ان انت تبقى موجود من اول يوم لاخر اليوم، يعني قرر مصيرك بنفسك. ده اعضاء الجمعيه العموميه. يوم الاحد ما تنسوش عندنا حلقه هتبقى حلوه جدا ان شاء الله الرحمن، هتبدا الساعه 11. فاصل ونستقبل ضيوفنا وفريق ملعب الاهلي النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حماده صدقي، وكابتن اسامه حسني.
أملا في مواصلة الانتصارات، يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا صعبا اليوم، حينما يحل ضيفا على نظيره النجم اللبناني في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة على أرض ملعب استاد المدينة الرياضية في لبنان، وذلك في إطار مباريات الإياب لدور 32 لبطولة دوري أبطال العرب. كانت مباراة ذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. توجهت بعثة الأهلي إلى لبنان صباح الثلاثاء الماضي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة، وضمت البعثة 22 لاعبا وهم شريف إكرامي، حسام عاشور، هشام محمد، صبري رحيل، محمد الشناوي، أيمن أشرف، علي معلول، كريم ندفد، أحمد حمدي، محمد شريف، أحمد فتحي، وليد سليمان، محمد هاني، مؤمن زكريا، علي لطفي، أحمد حمودي، إسلام محارب، وليد أزارو، صلاح محسن، أحمد الشيخ، سليف كوليبالي، وأكرم توفيق. حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي على تكثيف الجرعات المعنوية للاعبين وحثهم على ضرورة تخطي عقبة النجم اللبناني واستثمار حالة النشوة التي يعيشها الفريق حاليا، وذلك بفضل الانتصار الإفريقي الأخير على حساب هوريا الغيني والتأهل لدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي. عكف الجهاز الفني منذ وصول البعثة إلى لبنان على مشاهدة أكثر من مباراة للفريق المنافس للوقوف على مناطق القوة والضعف بالفريق وتحفيظ كل لاعب واجباته. شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة استغلال أنصاف الفرص التي تتاح أمام المرمى، وذلك حتى لا تصعب الأمور على الفريق. من جهة أخرى، يدخل النجم اللبناني المباراة بمعنويات عالية بعدما تغلب على الأنصار في ديربي الدوري اللبناني 4 أهداف مقابل 2. يسعى بوريس بونياك المدير الفني للفريق لتحقيق المفاجأة والإطاحة بالأهلي من البطولة واستغلال عاملي الأرض والجمهور. كما سدت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق بعدما تأكدت جاهزية نجم الفريق حسن معتوق للمشاركة في المباراة وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية. فالجهاز الفني شدد على مدافعيه بضرورة فرض الرقابة اللصيقة على وليد أزارو هداف القلعة الحمراء وتضييق المساحات في وسط الملعب مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وذلك لاستغلال بطء ثنائي قلب دفاع الأهلي كوليبالي وأيمن أشرف. يعول الجهاز الفني على خطورة ثلاثي مع توق أبو بكر المل ونادر مطر، كما رصد مجلس إدارة النادي مكافآت ضخمة وذلك تحفيزا للاعبين من أجل تخطي عقبة الأهلي. بيكم من جديد، ومباراة في منتهى الأهمية هي إياب دور الـ 32 الأهلي مع النجم اللبناني في بطولة الشيخ زايد للأندية الأبطال. خلينا نرحب بنجومي، نجوم فريق الأهلي النهاردة وملعب الأهلي، كابتن شريف عبد المنعم. مساء الفل كابتن سعيد. مساء الفل، حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. تحياتي لنجومك كلهم. 100%. كابتن حمادة متألق، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك كابتن سيد، ربنا يخليك. فيرود بتاعك يا كابتن حماده. فيرود يا عم. لعيب مدافع. لا لا لا، مش شرط الهداف بتاعنا. ازيك يا كابتن حماده؟ ازيك يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي. الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن سيد، كله خير؟ تمام، وانا سعيد موجود معاكم مع كابتن شريف وكابتن حماده. ان شاء الله الرحمن يبقى يوم حلو باذن الله. باذن الله تعالى والسعودي يبقى حليف النادي الاهلي النهارده. كابتن شريف، قبل ما نخوض في اللقاء والتشكيله اللي قدام حضراتكم وهنقارن ما بين التشكيله الاولى والتشكيله الثانيه، صحيح المباراه الاولى فات عليها فتره طويله، يعني مش انت بتتكلم في 13 اغسطس النهارده، في 27 سبتمبر بتتكلم في شهر ونص، فوضع طبيعي ان ممكن يبقى فيه تغييره بحكم الاحداث، بحكم الحاله، بحكم الاصابات، يعني اسباب كثيره متغيره. لكن قبل ما نتكلم في التفاصيل الفنيه، خلينا نسمع منك كلمه على بكره تواجد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في مقر الاهلي في الجزيره لاقرار يعني لائحه النظام الاساسي. بكره يوم جميل ان شاء الله، يعني بيبقى يوم حلو كده كل ما بنتجمع كلنا على بنحدد بكره دستورنا ودستور اولادنا واحفادنا
والناس كلها تبقى جايه مش مسائل انتخابات، هي مسائل انا بدي رايي وبدي قراري ان انا احدد مصيري ازاي انا كنادي اهلي. بكره في حاجه جميله قوي سامو قال لي عليها، ان انا بكره ما هقول موافق او غير موافق يعني، وهكون موجود اسمي هيتحط في قائمه ان انا جيت اليوم ده، وهتؤرخ ان انا كنت موجود في اليوم ده داخل اورقه النادي الاهلي وبدي رايي وبحدد مصيري وبحدد مصير الدستور وبحدد مصير الشكل العام الجميل اللي هو هيبقى في ظل السنين المقبله كلها لاولادنا وكل الاعضاء باذن الله ان شاء الله. قد ايه هيبقى يوم جميل باذن الله انا شايفه، واحنا بنحب دايما نبقى هناك، واليوم النادي نفسه شكله بيبقى حلو قوي يعني، حتى يوم الانتخابات وحتى احنا بنبقى الحقيقه رايحين فرح، بس زي ما بيقولوا لي فرح متينيه يعني فرح الصبح. فاحنا ان شاء الله من 8 ونص الصبح، من 8 من 9 كلنا هنتسابق باذن الله ان احنا نبقى موجودين، وانا بتوسم ان شاء الله على الاقل يبقى في من 28 ل 30,000 عضو نادي الاهلي نشوفهم بكره باذن الله معانا، نتقابل هناك يعني ان شاء الله، ويبقى يوم اهلاوي احمر صرف يعني. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن حماتي يا رب ان شاء الله يبقى يوم جميل بكره، يوم في تحدي كبير جدا في صعوبات كتير، يمكن الاجواء العامه حوالين اللائحه ومش اللائحه، فمهم جدا يبقى الناس كلها متواجده بكره ان شاء الله. زي ما بقول تحدي للجمعيه العموميه كلها تبقى موجوده، تحدد مش تحدد مصيرها، الامور في النادي الاهلي في لائحه بتتحط، اللي حطها يمكن مش المجلس بس، ومشاركه الناس كلها، مشاركه الاعضاء هم اللي حطوا اللائحه، تناقشوا فيها بشكل كويس، وصلوا يمكن لاحسن حاجه موجوده لصالح الناس كلها، لصالح الاعضاء. فان شاء الله يا رب الاقي الناس كلها متواجده بكره، اعداد احنا عايزين عدد كبير متواجد بيعبر عن ان شاء الله هيبقى الانتماء والحب للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن يكون معاك. كابتن وسام ان شاء الله يبقى يوم تاريخي بكره ان شاء الله، يوم 28 سبتمبر يبقى يوم تاريخي في النادي الاهلي. زي ما احنا بنتكلم عن فريق الكوره وبنقول ارقام قياسيه والنادي الاهلي بيسطر تاريخ في الكوره، بكره ان شاء الله الجمعيه العموميه هي اللي تسطر تاريخ جديد للنادي الاهلي ان شاء الله. كل الامور بكره ميسره ان شاء الله، زي ما الكابتن شريف بيقول متوقع بكره يجي 30,000 ان شاء الله، لو جه ال 140,000 كمان حتى بكره الامور ميسره كلها، تخش تدلي بصوتك في 7 دقائق. فان شاء الله يبقى يوم تاريخي فعلا يليق بكيان النادي الاهلي، ويبقى فيه دستور للنادي الاهلي. احنا ما بنقولش عليها لائحه، اللائحه دي بتحكم عدد صغير، بس كيان زي النادي الاهلي لا يتقال عليه دستور، ما يتقالش عليه لائحه. الحمد لله احنا شفنا الفتره اللي فاتت يعني مشاركه مجتمعيه كبيره، من سواء فنانين، رياضيين، جمعيه عموميه، سياسيين، كلهم شاركوا في وضع دستور النادي الاهلي. فكانت كل البنود مش حاططها افراد او اشخاص لمصلحتهم، لا ده كل الجمعيه العموميه هي اللي حطت البنود دي. فاتمنى ان شاء الله بكره، وزي ما بقول لحضرتك يا كابتن سيد، يوم ماتش الحريه الغيني كنا احنا بنناشد الجمهور يحضر، لا جمهور النادي الاهلي احنا ما نشدوش، برضو الجمعيه العموميه احنا مش هنناشد الجمعيه العموميه اللي هي جزء اصيل من جمهور النادي الاهلي. بكره ان شاء الله احنا بنراهن ان البطل بكره هو هيكون الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 28 سبتمبر. طيب هاخد من كلامك يا اسامه واتكلم على المشاركه. يعني حلو قوي ان انت تشارك حتى باقتراحك بفكرتك بملحوظتك، وده اللي عمله مجلس اداره النادي الاهلي من خلال اقتراحات يعني تم قبولها ودراستها وتعديل حتى بعض البنود بناء على الاقتراحات ديت. يعني انت بتشارك مش عايز اقول تحديد مصير زي ما انت قلت، لكن الدستور بتاعك، النظام اللي انت هتمشي عليه، مش انت وبس، ما هي العضويه دي مش ليك انت بس يا كابتن اسامه، انت بتتكلم لاولادك واحفادك. أجيال. المشاركه يا كابتن شريف، المشاركه طبعا المشاركه انا اللي بحدد، مش مساله مصير، انا اللي بحدد شكل التعامل النفسي بتاعي انا واولادي واصحابي واعضائي واخواتي اللي انت بتتكلم عنهم كلكم. فانا النهارده انا بقول انا النادي الاهلي هو صاحب قرار نفسه، هي الجمله دي، احنا كنادي اهلي اصحاب قرار نفسنا، مش هنيجي نمشي على احنا نادي اهلي اكبر نادي في الدنيا كلها يعني، احنا من حقنا ان احنا زي ما ادانا اتيحت لنا الفرصه ان احنا نحقق دستورنا احنا، واحنا اللي بنقول عليه زي ما اتكلموا كباتن، ان في ناس افاضل كبار في الحقيقه ادوا الخطوط العريضه اللي احنا هنمشي عليها. فانا من حق انا كمان كعضو ان اتيحت لي الفرصه ان انا بقول كلمتي يعني، او بقول انا موافق ان انا يبقى عندي شيء خاص بي انا كنادي اهلي انا موافق عليه، وضامن كل بنوده انها متوفره لي وسبل الراحه لجميع الاعضاء. طيب كابتن حماده، انت عضو في النادي بقالك قد ايه يا كابتن حماده؟
من سنة 90 تقريبا. 90 وانا بلعب طبعا في النادي، عملنا اشتراك كنا موجود في النادي يعني، او 89 مده حلو قوي لما تكون انت برضو من يعني عضو في النادي. يمكن الواحد دايما بيبقى عنده ثقه في القيادات اللي موجوده، عنده ثقه في الناس اللي موجوده، كلام جميل جدا، عارف ان هم بيعملوا احسن حاجه، لكن لما يبقى عندك الفرصه متاحه ان انت تقول رايك وتشارك فيه، اعتقد ان ده بيبقى مدي حاجه مختلفه شويه كده. اكيد تفعيل دور الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه هي اللي بتقرر دايما يعني، ده بيتك انت بتقرر، بتحط اللوائح بتاعتك، تحط النظام بتاعه اللي بيريح الاعضاء كلها يعني، الاعضاء مرتاحه بال هي بتشارك برايها في وضع اسس ولوائح. طبعا الحاجات دي موجوده من زمان، ولكن انت برضو كل فتره بتعمل تعديل لحاجه معينه تناسب الوقت والظروف اللي موجوده فيها. انت دورك يعني ده انت بتدلي بصوتك، بتفعل دور الجمعيه العموميه. هي الجمعيه العموميه كلها اللي بتاخد القرار، القرار مش فرض واحد او حاجه دكتاتور، حاجه بتفرضها على الناس، ولكن حاجه بتريح الناس كلها. ف يوم ان شاء الله يبقى يوم جميل بكره، انا واثق هيبقى اعداد كبيره موجوده، وتبقى يعني زي يوم انتخابات. شوف كان في كام الف موجود هناك، كان كل واحد يروح ويرجع تاني طول اليوم. والعمارة السنية حماده، العمارة السنية كانت فوق حاجه، كانت مفاجاه بصراحه. فيا رب بكره حابين يكونوا موجودين نفس العدد دوت اللي كان موجود في الانتخابات، ويحدد زي ما قلت في تحدي، في صعوبات زي ما قلت قبل كده، اللي في كده على الميديا كده كلام كتير، و لا في ناس مش عايزه تكسر، وناس عايزه تظهر النور يا كابتن حماده. اكيد بس انا عايز عشان يبقى كلام، عايز اتكلم صح. في ناس هدفها ومصلحتها ان اللائحه دي ما تظهرش للنور، او النادي الاهلي ما يبقاش ليه لائحه خاصه بيه، هو ده هدف النجاح. ليه اعداء كتير طبعا، مفيش مشكله، ده واخدين على كده تقلقش. وده التحديات الكبيره اللي بيقابلها النادي الاهلي والجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي. عايز تقول حاجه يا كابتن اسامه؟ طبعا لازم نحيي مجموعه الشباب في النادي الاهلي اللي قامت بدور كبير خلال الفتره اللي فاتت، الشهر اللي فات، بين اعضاء الجمعيه العموميه، وده كله ناس متطوعه بدون مقابل. وبرده عايزين نحيي قناه النادي الاهلي هنا برده، نقلت الندوات سواء في مدينه نصر او في الجزيره او في الشيخ زايد، حتى اللي كان معترض على بند من البنود بيقول رايه، ما كناش بنشوف قناه النادي الاهلي بيعملوا لها مونتاج ويطلعوا اللقطه دي، لا كله بيقول رايه سواء معترض او سواء موافق، الناس كلها بتقول رايها في الاخر. لا شارك وقول رايك سواء موافق او مش موافق، وان شاء الله يبقى يوم زي ما بقولها كابتن سيد تاريخي في, في 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 ايام النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. طيب احنا الهاشتاج بتاعنا هنا اسمه بكره اهلاوي، بكره اهلاوي يعني قلنا الصور اللي بتاعت ابن حضرتك، بنت حضرتك سنه صغير، انت حضرتك دخلت الجامعه وبتحب الاهلي، ليك تيشيرت صوره بتيشيرت الاهلي، انت ليك صوره بتيشيرت الاهلي، ايا كان العمر عند حضرتك مش مشكله. لكن بكره كمان بقى بكره اهلاوي، او هاشتاج بكره اهلاوي، يمكن بكره مختص شويه باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. بكره اهلاوي، طالما انت يا اهلاوي بجد طبعا، وده مفيش خلاف على كده، وبيهمك مصلحه النادي وده مفيش خلاف على كده، اكيد اكيد يبقى لازم تكون موجود بكره ان شاء الله الرحمن في مقر النادي الاهلي في الجزيره. هاشتاج بكره اهلاوي خاص بكره ان شاء الله الرحمن، بكره بس باعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لكن هو في العموم طبعا خاص لكل جماهير النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه او غير اعضاء الجمعيه العموميه. اوكي، النجم اللبناني كابتن شريف بكره والنهارده اهلاوي ان شاء الله ان شاء الله. النجم اللبناني، النجم اللبناني جم هنا عملوا معانا مباراه، حاولوا اثبات وجود فيها الحقيقه. هم كرتهم جديده على، انا بعتمدها يعني بشوف انها جديده على لعبه كره القدم. انما بيلملموا اوراقهم داخل الملعب، بيحاولوا يثبتوا ان هم داخلين، هما مشهورين يا كابتن بالباسكت في لبنان والحاجات دي، انما لعبه كره القدم لما كانوا بيستخدموا اي لاعب من القدام بتاعنا اللي هو بيروح هناك لبنان ويحط الفكر بتاعه او بيحط الشكل بتاعه، بحس ان في علامات تثبت ان في فرق. انما هما مجتهدين جدا، هما حابين الحكايه، هما شايفين المنظومه الكرويه كلها في العالم في ازدهار كبير قوي، فعايزين يحطوا نفسهم في هذه البؤره وهذا الضوء، ويبقوا بيثبتوا ان لبنان تقدر على اي حاجه. هم عملوا عندنا مباراه هنا الحقيقه دفاعيه بحته مع كونتر اتاك، مع كونتر اتاك، واحنا كنا غير موفقين الحقيقه في احراز الاهداف.
الثلاث بطولات او الشكل اللي احنا بنلعب فيه الدوري العام وافريقيا والتصفيات والبطوله العربيه وداخل علينا كاس مصر والحاجات دي كلها كانت علامه من الاصابات كمان اللي انا عايز اقول لك عليها، علامه من العلامات اللي هي النتيجه بتاعت 0-0 بتاعت المباراه اللي فاتت. مش عايز اقول لك ان هم فريق ضعيف جدا، لا هم منظمين، عندهم فكر منظم زي اي فرقه بتلعب النادي الاهلي. الحقيقه انا لو اقدر احزم الماتش على النادي الاهلي واصعبه شويه وانا اقدر اخطف جول، هو ده السيستم او الفكر بتاعهم اللي بيلعبوا بيه. احنا كاصابات حصلت لنا او الشكل اللي لعبنا بيه باللعيبه اللي كانت متاحه لينا المره اللي فاتت بننقص العدد، انما الاهلي بما حضر واللعيبه بتحاول تعوض كل اللي كان، والمباراه اللي فاتت الحقيقه بتدينا اكبر امل ان الاهلي بيلعب جوه وبره، هو النادي الاهلي، هو اللعيبه الحقيقه كل المستويات واحد. فباذن الله يكون كل التوفيق النهارده، وانا بعد ما تيجي تسالني في اخر الحلقه النتيجه كام هفاجئك. انا فاهم، انا عارف هتقول لي 2-0 هتقول لي 3-1 انا عارف. لا هي 3-0. دي لقطات حصريه طبعا لملعب الاهلي، يعني خروج اللعيبه خلاص من الاوتيل وتوجههم لملعب اللقاء، وكمان هيبقى عندنا صور حتى لغرف ملابس النادي الاهلي وغرف ملابس النجمه اللبناني. كابتن حماده، لو عملنا مقارنه ما بين التشكيل في المباراه الاولى والتشكيل في المباراه الثانيه، هنلاقي مثلا في غيابات او في اختلافات؟ يعني الاولى كان فيها شريف اكرامي، حضرتك معاك التشكيله بتاعت النهارده، معاك تشكيله النهارده. طبعا برضو ناكد عليها مره ثانيه، الشناوي، محمد هاني، وسليف كلوبالي، ايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، ووليد سليمان، اسلام محارب، ومؤمن زكريا، وصلاح محسن. في اختلافات ما بين الاولى والثانيه يا كابتن حماده. قول لي بقى حضرتك تعليقك على تشكيله النهارده ومفاجاه كارتيرون اللي قالها، يعني هل هي في الاسماء اللي موجوده ولا في طريقه اللعب اللي هنشوفها؟ مش عارف. ومقارنتك في الاختلافات دي يا كابتن حماده. لا احنا بنتكلم على يمكن الماتش الاولاني كان من شهر ونص زي ما انت قلت، اكيد في اختلافات هتبقى في النادي الاهلي، اختلافات في النجمه. النادي الاهلي المباراه يمكن في تغيير، مثلا انا شايف وليد ازارو اول مره يقعد من فتره، يمكن هو ما لعبش حتى المباراه الاولى، كان مروان محسن موجود فيها، النهارده بيحط صلاح محسن في التشكيله، محمد هاني بادئ، هاني لعب المباراه الاولى، يعني في مجموعه من دولت لعب المباراه الاولى اللي هي من شهر ونص، دخول مؤمن لعب المباراه الاولى، اسلام محارب يمكن ما شاركش المباراه الاولى، وليد شارك، علي معلول ما كانش شارك المباراه الاولى تقريبا. الظروف مختلفه، الظروف مختلفه للفرقتين مش للنادي الاهلي بس، النادي الاهلي والنجم، النجم كان وكان المباراه في بدايه موسم. لكن لما تخش تشوف المباراه الاولى، الاهلي هو الافضل بكتير، يعني في فروقات كتيره فنيه بين الفرقتين، بس مش هقدر احط ده مقياس بمباراه النهارده. يمكن اخر مباراه في الدوري النجمه لعب الانصار، والانصار فريق قوي جدا، فاز على الانصار 4-2، مباراه قويه جدا، وكم الجماهير الموجوده والمؤازره، هتشوف فريق مختلف تماما على اللي شفته في المباراه الاولى. صحيح، من عندهم اول حاجه الحماس قوي جدا، يمكن المدرب كان يمكن جديد، المدرب اول مره كان يمسك المباراه الاولى، فطبعا كان درس النادي الاهلي، لعب بطريقه 4-1-4-1، يعني كان بس كان لما بيفقد الكوره كنت بتلاقي العشره تحت الكوره، الاطراف عنده كانت بتلعب، يعني قافل الاطراف جامد جدا، عمق الملعب كان مقفول عنده، نيانج لعيب كويس جدا، ده الديفندر لعيب كويس قوي، السنغالي لعيب قوي جدا، هم لعبهم لعب فيه حماس وقوه في الملعب، برغم ذلك اتيحت للنادي الاهلي فرص كثيره جدا. والمدرب بتاعهم صربي الجنسيه، صربي اسمه موريس، بيوقف بينظم الفرقه بشكل كويس. اتكلم عن المباراه الاولى، كان الفرقه منظمه دفاعيا ولكن امكانياتهم مش عاليه، عشان كده اتيحت للنادي الاهلي فرص كثيره، فرص كنت ممكن تخلص المباراه 3-4 بسهوله، ولكن هو كان متراجع بيدافع، يمكن جات له واحده بس كان ممكن يجيبها جون في الشوط الثاني. هجمات المرتده اللي كان بيعتمد عليها، ما اعتقدش الشكل ممكن يبقى متغير عن الماتش الاولاني، برضه هيبقى مامن وعارف قدرات وقيمه النادي الاهلي، واكيد هو بتابع زي ما انت متابعه، هو تابعك في الماتشات الافريقيه، الماتشات المحليه، اكيد بيحلل بشكل كويس، عارف القوه الموجوده في النادي الاهلي، يمكن وليد سليمان، صلاح محسن، اسلام محارب، يمكن اول مره بنشوف مثلا صلاح محسن بيبدا مباراه، هو عنده اوراق طبعا بره كويسه جدا،
منها حتة الروتيشن والراحة، ومنها برضو فرص بتيجي للناس يمسك فيها بشكل قوي جدا. هو عنده لعيبه مميزه جدا، كان اللعيب الكبير بتاعهم حسن معطوه ده ما لعبش المباراه الاولى، هيلعب النهارده وشارك المباراه الاخيره مع الانصار، ولكن خرج في الاخر، ممكن يبقى فيه حاجه، ولكن لعيب كويس جدا، هداف، عنده الاطراف. يمكن انا اتفرجت على اجزاء ملخص لماتش الانصار والنجمه، نادر مطر لعيب كويس جدا، يمكن سجل هدف الماتش اللي فات بشكل كويس. عندهم السرعات على الاطراف، اشتغلوا الاطراف كويس جدا. يمكن في ماتش الاهلي ممكن يبقى فيه حذر شويه، مش هيقدر يفتح المساحات للنادي الاهلي، ولكن البدايه بتاعه المباراه لازم بدايه قويه للنادي الاهلي. هو مآزر الجمهور والملعب، يعني النهارده اتفرج على جمهور بعدد كبير جدا جدا جدا، يعني شفناه الدوري هناك بيحضر جماهير كتيره جدا، ونجمع من الفرق الكبيره في يقولوا لي النادر مطر اللي حضرتك اشرت ليه ده سجل هدفين، الثالث والرابع، سجل الثالث والرابع مظبوط، بقوه وسرعه، وبيشتغل ده بيجي من الطرف كويس جدا، من العمق كويس، فعندهم الاطراف كويس. يمكن الضعف عنده في قلبي الدفاع اللي هو قاسم واحمد ديب، يعني في شويه في اخطاء كتيره، ولكن هي قوه. احمد ديب ده سوري، سوري اوكي تمام، ولكن عندهم لعيبه كويسه جدا، خطر خطر، وهتلاقي المستوى الفني من شهر ونص غير دلوقتي حقيقي، مع بدايه ماتشاته مع الدوري مع المدرب، ابتدى يفهموا طريقه لعب المدرب وبتاع، فهتلاقي الشكل مختلف. انا متوقع هتلاقي فريق مخالف عن اللي شفناه هنا في مصر. طيب كابتن حماده اشار على عوده واحد من اهم لعيبه النجم اللبناني ما كانش موجود في اللقاء الاول اللي هو حسن معطوه، يمكن خرج في المباراه، لكن كل التقارير الصحفيه او حتى التقارير اللي جايه بشكل خاص لينا هناك من النجم اللبناني او من لبنان بشكل عام، عوده اللاعب ده واللاعب ده هيكون موجود. حسن معتوق يعني ارقامه كبيره جدا، اولا انت عارف انت هو عنده 31 سنه، كبير شويه في السن او مش كبير قوي، ما عندنا وليد ما شاء الله يعني 33 سنه ومن اهم اللاعبين او طبعا اهم لعيب في الفريق. حسن معتوق 31 سنه، وكان من اربع سنين جاي له بارسيليا على فكره، يعني جاي له نادي كبير جدا جدا جدا. يعني الارقام بتاعته كابتن هو اللي قدامنا على الشاشه، على 13 هدف في الدوري و14 اسيست، 14 اسيست، بيلعب جناحي شمال او وينج شمال تحت، يعني هيلعب النهارده على محمد هادي. لا لعيب مميز طبعا يا كابتن سيد حسن معتوق، حتى هو حصلت له اصابه في مباراه الانصار، ممكن النهارده ما يكونش موجود، حتى المدرب الصربي كان في المؤتمر الصحفي وكارتيرون بيقول احنا يعني ان شاء الله نجهز مفاجاه لفرقه النجم اللبناني، سواء في التشكيل او ممكن في شكل البدايه بتاعت النادي الاهلي، انه ممكن يبدا من بدايه المباراه ضاغط. فمدرب النجمه بيقول وانا برضو يعني مجهز مفاجاه للنادي الاهلي، ان انا عندي خمس لعيبه مصابين المباراه دي، فبقولها يعني من شكل الدعابه يعني ان هو عنده اصابات. ممكن حسن معتوق النهارده ما يكونش موجود النهارده في التشكيله الاساسيه، يعني هنشوف اذا كان سواء لحق او ما لحقش، ده حسب ما نشوف التشكيله بتاعته. تصريح النادي رئيس النادي بتاعهم من نص ساعه كده قال موجود، قال ان هو هيلعب، و هو كان جاله شد في العضله الخلفيه في المباراه اللي فاتت قصاد الانصار وخرج يعني من المباراه. لكن انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه يا كابتن سيد قبل ما نتكلم في الفنيات، هي اشتراك النادي الاهلي السنه دي في البطوله العربيه، عشان ما حدش يزايد على وطنيه النادي الاهلي ودور النادي الاهلي ودوره الدولي. النهارده لو احنا بصينا عدد المباريات وكم المباريات السنه دي، واحنا في اول الموسم قلنا السنه دي النادي الاهلي هيلعب موسم طويل جدا، اطول موسم في العالم ممكن تشوفه، واكثر عدد مباريات، وربنا يكون في عون الحاج عامر حسين عمال يلزق الماتشات في بعض. النهارده لو اتكلمنا على عدد مباريات الدوري عندك 34 مباراه. افريقيا القديمه اللي احنا ان شاء الله وصلنا لدور النهائي نقابل وفاق سطيف عندك فيها 14 مباراه. افريقيا الجديده هتبدا يا كابتن شريف في شهر 11. يعني مباشره متلاحمه تلعب 14 مباراه ثانيه، ان شاء الله النادي الاهلي يوصل برضه للفاينل. انا بتكلم ان شاء الله النادي الاهلي في حاله وصوله للمباراه النهائيه في كل البطولات. عندك بطوله عربيه 10 مباريات. كاس مصر عندك 6 مباريات. عندك السوبر المصري مباراه، كده انا بتكلم في 79 مباراه، يعني لما لعيب في موسم يلعب 79 مباراه. خلي بالك انا لسه ما اتكلمتش، لو ربنا كرم النادي الاهلي وصل المباراه النهائيه وفاز ببطوله افريقيا في كاس عالم انديه. عندك صحيح. اجنده دوليه، مباريات منتخب اول، مباريات منتخب اولمبي، فانت بتتكلم في اكتر داخل في 100 مباراه. مين لاعب في العالم او اي دوري في العالم ممكن يستحمل انه يلعب 100 مباراه في الموسم؟ استحاله. ومطلوب منه جميع المكسب البطولات. الفوز دايما،
فالنهارده اشتراك النادي الاهلي في البطوله العربيه ده واجب وطني طبعا، عشان الناس ما تقللش من دور النادي الاهلي وتقول الوطنيه والكرامه لا، النادي الاهلي ليه دور وطني وعارف دوره الدولي كمان مع الدول الاشقاء كلها. ده حقيقي. بالنسبه للمباراه النهارده يعني مستر كارتيرون عمليه التدوير اللي احنا اتكلمنا عنها خلال الفتره اللي فاتت، هو الراجل يعني حاجه تحسب له ان هو ما بيشتكيش من اصابات، ما بيشتكيش من تحكيم، ما بيشتكيش ما بيشتكيش من نقص عدد عنده، اي حاجه ما بيشتكيش منها، شغال على ارض الواقع. النهارده شايفين صلاح محسن بيدخل المباراه اللي فاتت ما شاء الله الحاله المعنويه عنده عاليه جدا، سواء بيشارك من اول المباراه بيهدف، راجل بينزل الشوط الثاني بيهدف وبيبقى ليه دور ايجابي، بياخد عدد دقائق بيبقى فيها ايجابي. النهارده بادئ المباراه نتمنى له ان شاء الله التوفيق. عندنا محمد هاني برضو ظهر في تشكيله الاهلي الاساسيه بعد غياب فتره، النهارده برضو راح المنتخب كان في اخر معسكر وكان موجود، النهارده هو بيكون موجود في التشكيله الاساسيه ونتمنى له ان شاء الله التوفيق ويبدا يحط رجله ناحيه اليمين بشكل كبير. في النهارده تمت اراحه وليد ازارو واحمد فتحي. وليد ازارو بقاله فتره عليه ضغط كبير جدا في المباريات، بيلعب 90 دقيقه وبشكل منتظم وما شاء الله يعني بيأدي بشكل كبير جدا، سواء وهو بيهدف مميز حتى لو هو ما بيجيبش اهداف هو برضه بيبذل مجهود كبير جدا. فالنهارده تمت اراحته، زائد احمد فتحي برضه، احمد فتحي يعني عنصر مهم جدا قيادي في الملعب، له دور ايجابي في الملعب. فالنهارده عمليه التدوير اللي احنا قلنا عليها، كارتيرون عنده ثقه في الناس كلها، ما عندوش مشكله النهارده ابدا بمحمد هاني اجيبه ابدا بيه، احمد حمودي شفناه في مباراه افريقيا ابدا يبدا ما فيش مشكله، مؤمن زكريا اللي بقاله فتره بعيد خد المباراه اللي فاتت جزء من الوقت النهارده بيبدا، فهي عمليه الروتيشن دي مهمه جدا. وهو موصل للعيبه 25 لعيب عندي كلهم اساسيين، ما عنديش لعيب احتياطي ولعيب اساسي، لا كلهم مهمين، وهي دي الرساله المهمه جدا اللي بوصلها كارتيرون لعيبته. وحتى المعامله النفسيه ليهم هو نجح فيها، ان ازاي بيحتضن اللعيبه كلها، بنشوفه حتى قبل التمرين وهو بيسلم على اللعيبه بيحتضن اللعيبه، دي نقطه مهمه جدا يعني بيعملها كارتيرون خلال فتره مع لعيبه النادي الاهلي. طبعا برضو عندنا كولوبالي، يعني النهارده برضو كولوبالي ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله ويحميه من الاصابات، عنصر مهم جدا صباح. برضو من الناس لو احنا من اتكلمنا من بدايه الموسم من مباراه تاون شيب ما ريحش خالص سليف كولوبالي، النهارده ان شاء الله برضو نتمنى بيخرج سليم المباراه، عشان انت بتتكلم وفاقس طيف عندك بعدها باربع ايام وهو عنصر اساسي ما تقدرش تستغنى عنه، ان شاء الله مع عوده بعد كده سعد سمير والسوليه يكون الاوراق كلها تحت ايد كارتيرون. اوكي. طيب يعني اتكلمنا عن جمله كابتن شريف وكابتن حماده وكابتن اسامه، خلينا نشوف بقى المديرين الفنيين للفرقتين للاهلي والنجم اللبناني، سواء المدير الفني الفرنسي للنادي الاهلي كارتيرون او الصربي بوريس المدير الفني للنجم اللبناني، تقرير خاص بيهم ونرجع لكم من جديد. لن تكون مواجهة الأهلي اليوم أمام النجم اللبناني داخل المستطيل الأخضر فقط بأقدام لاعبين، بل ستمتد إلى خارج الخطوط بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي والصربي بوريس بونياك المدير الفني لفريق النجم اللبناني، وذلك بعدما نجح الصربي صاحب 63 عام في الهروب من الهزيمة في لقاء الذهاب أمام الفرنسي الشاب، ونجا بدفاعته في أول مواجهة تجمع المدربين. يسعى كارتيرون لتحقيق الفوز في ثاني مواجهته مع الصربي المخضرم صاحب التجارب العربية المتعددة قبل أن يتولى تدريب النجم اللبناني قبيل مواجهة الأهلي في 13 من أغسطس الماضي. بنياك الخبير بالكرة العربية بعدما سبق له تولي تدريب العديد من الأندية العربية وخصوصا في الكويت، وذلك عبر بوابة العربي والجهراء، وكان الخيار الأول لإدارة النجمة في مطلع أغسطس الماضي، لن يكون منافسا سهلا. بينما يتسلح كارتيرون بتجربته المتميزة في قيادة تيبي مازيمبي وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، ومن قبله قيادة منتخب مالي لتحقيق المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية، هو ما يعني أننا أمام مواجهة فنية جديرة بالمتابعة خارج الخطوط بين خبرات بنياك وطموحات كارتيرون الذي يسعى لقيادة المارد الأحمر للتربع على عرش البطولات محليا عربيا وإفريقيا.
من ارض اللقاء على طول من الاستاد معنا كريم احمد. كريم يقول لنا الاجواء. كريم اهلا بيك يا كابتن سيد، برحب بيك وبرحب كل نجوم الاستوديو التحليلي. انت طبعا اجواء مميزه هنا بالنسبه لمباراه الاهلي والنجم الابداني، حضور مكثف زي ما قلنا لفريق النجم الابداني. النادي الاهلي كمان زي ما بنخطط هنا للاتحاد العربي ايضا كمان المسؤولين على نادي النجم مخطط خاص بجذور النادي الاهلي، الجاليه المصريه متواجده هنا من قبل الماتش يمكن بثلاث ساعات، كان في تامين كبير جدا لبعثه النادي الاهلي من فندق الاقامه حتى الوصول الى ملعب المدينه الرياضيه اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي والنجم الابداني. يمكن التشكيل زي ما قلناها كابتن سيد لكن لسه هو يمكن ما طلعش بشكل رسمي بالنسبه لتشكيل النجم الابداني في انتظاره هنا. يمكن الامور الاعتياديه بالنسبه للاتحاد العربي قبل المباراه ساعه، يمكن في طبعا امور تنظيميه شويه كده بنستنى بتعاقنا شويه عن ان احنا نقدر نجيب التشكيل، لكن قدرنا نجيب تشكيل النادي الاهلي زي ما قلنا، لكن لسه بدلاء النادي الاهلي. لكن اقدر اقول لك اللي خارج القائمه شايفين احمد الشيخ خارج القائمه، احمد حمودي، كريم نجد، وايضا كمان علي نفسي. يمكن هي دي الاجواء حتى هذه اللحظه، لسه من لعيبه النادي الاهلي ولعيبه ايضا نادي النجمه ما نزلوش على ارضيه الملعب. ارضيه الملعب يمكن قلنا امثل اللي فيها بعض المناطق المخبطه شويه فيها، ارضيه ملعب صيدا كانت احسن من الارض دي، فقال اللعيبه بعد ما اتمرنت عليه الامور ازاي يعني بالنسبه لكم عامله ازاي بالنسبه للملعب، قال يمكن في صعوبه شويه لكن احنا متعودين على الاجواء دي ان شاء الله باذن الله. هدفنا ان احنا نستمر في البطوله العربيه بعد تغيير اسمها زي ما قلنا كابتن سيد بكاس السيد للانديه الابطال ان شاء الله. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، وفي خلال لحظات هيكون معاك البدلاء بالنسبه للنادي الاهلي وايضا كمان التشكيل الخاص بطريقه للنجم علي الدين. طيب كريم قول لي التواجد الجماهيري قد ايه؟ يعني هل الاستاد مليان؟ ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني انت ذكرت احمد الشيخ واحمد حمودي وعلي لطفي، هل هم متواجدين في المدرجات؟ لو متواجدين في المدرجات خلاص يبقى دول بره التشكيل، والباقي اللعيبه في التشكيل خلاص يبقى من غير ما نقول اسماء هنشوف القائمه ايه. لو دول موجودين في المدرجات، لو انا سمعت صح يعني احمد الشيخ واحمد حمودي وعلي لطفي، سامعني؟ بالظبط بالظبط يا كابتن سيد بالظبط. يمكن دول الثلاث اسماء اللي متواجدين في ارضيه الملعب، واضح جدا ان هو مش موجودين في البث في البدلاء. لكن لو بتكلم على حضور الجمهور، يمكن كان في امس بنسال على حضور الجمهور ممكن يبقى قد ايه، يمكن الناس قالت هيكون متواجد 20 و30 الف مشجع بالنسبه لنادي النجم الابداني، لكن بالشكل العام اللي احنا شايفينه ممكن يصل الى 10000 او 15000. الاستاد يسع 54000 مشجع، لكن في مناطق شويه يمكن مكسره يمكن عاملين لها صيانه ما بيقدروش ان هم يستخدموها. لكن اللي متواجد حتى هذه اللحظه كابتن سيد بالنسبه لاستاد المدينه الرياضيه، اللي متواجد حتى هذه اللحظه 7000 مشجع على اقل تقدير متواجد. لكن لو الجاليه المصريه اللي بنقدر نتكلم عليها متواجدين من 1000 ل 1600 مشجع بالنسبه للجاليه المصريه وايضا كمان من جمهور النادي الاهلي. لكن باكد عليك اللي احنا في الملعب اللي احنا شايفينه كريم نجد وعلي لطفي وايضا كمان احمد الشيخ. شكرا جزيلا كريم، شكرا جزيلا، هتواصل معاك بالتاكيد. طيب خليني اقول لكم بقى ان تشكيله النجم اللبناني نزل بالفعل، لكن نقول قبل ما اقول التشكيله يبقى الاحتياطي كده بناء على اللي قاله كريم، ان كريم ندفت موجود في المدرجات يبقى بره التشكيل، قال علي لطفي موجود في المدرجات يبقى بره التشكيل، قال احمد الشيخ موجود في المدرجات يبقى بره التشكيل. ومن خلال القائمه اللي مسافره يبقى الاحتياطي وليد ازارو اهو، اوكي ادي واحد، وموجود كمان احمد حمدي ادي اثنين، موجود احمد فتحي ثلاثة، موجود صبر الرحيل يبقى أربعة، موجود شريف إكرامي يبقى خمسة، مظبوط كده؟ شريف وليد نعم. أزارو شريف إكرامي موجود أكرم توفيق يبقى ستة، محمد شريف ومحمد شريف، مظبوط كده؟ يبقى دول أحمد الشيخ بره، أحمد الشيخ بره بناء على اللي قاله كريم وأحمد كريم حمودي يبقى الاحتياطي جوه شريف إكرامي حمودي. صبر الرحيل، أكرم توفيق، أحمد حمدي ومحمد شريف ووليد أزارو، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مظبوط. أوكي طيب أنا عندي تشكيلة النجمة اللبناني يا كابتن شريف، ودي اللي بقى تعليقك عليها. واضح إن هو بيلعب 4-3-3 برضو، عباس حسن حارس المرمى، علي حمام ده باك رايت، أحمد الديب مساك، قاسم الزين مساك تاني، وحسين شرف الدين ده الباك ليفت، إدريس السنغالي اللي حضرتك أشرت إليه، نادر مطر وعلي بازي دول الثلاثة ارتكاز، محمد سبليني ده جناح يمين رقم 17، وحسن معتو رقم 10 اللي اتكلمنا عليه، وعلي سلمان ده رقم 25 الفيرود المعروف. دي تشكيلة النجمة اللبناني يا كابتن شريف، بيلعب 4-3-3 طبعا اختارهم هو على الإطلاق حسن معتو اللي هيلعب ناحية محمد هاني. دي تشكيلة بتاعتهم حضرتك لو هتعلق عليها، لكن اخد جزئيه برضو قبل ما حضرتك تتكلم عليها، صلاح محسن يعني اثبت ان هو
حد كويس جدا، فيرود ممتاز، فيرود منتخب مصر كل الفتره اللي فاتت في نضوج، في تركيز، في حتى يعني بصمه بيحطها في الملعب، سواء كان بيلعب نص ساعه، بيلعب شوط، بيلعب فتره قليله، فتره كبيره، ان ما كانش تهديفيه فتواجد داخل ال 18 بغزاره وايجابيه. كابتن شريف، هو طبعا صلاح محسن كل ما اتيحت ليه الفرصه بالاشتراك اكتر بيبرز كل المقاومات اللي عنده، من ايام ماتش اياكس والكره اللي خدها على صدره ولفها، جون حلو قوي، من احلى الاجوان اللي احنا شفناها الحقيقه، فبيثبت ان هو بالفطره هداف يعني. انما انا عندي يعني اسامه عارف وانت عارف ان انا دايما عندي اتاحت فرصه دايما لصلاح محسن وازارو، الاثنين بيتيحوا الفرصه لبعض بشكل قوي جدا، الاثنين يلعبوا، انا نفسي في الاثنين بيريحوني انا حتى كمتفرج يعني، ان عندي كرات العرضيه اللي بيمتاز بيها النادي الاهلي انه بتلاقي اثنين دايما. والماتش اللي فات احنا لما شفت اول ما نزل صلاح محسن كم من الفرص راحت لازارو هو جول، لان كل الوجوه بقت بتتحول شويه على صلاح او شويه بتروح لازارو. فالنهارده احنا برده بس هي موجوده من اول الماتش تبقى موجوده كده برده. ما هو انا احنا بس كان في فيصاله هشام محمد او وحسام عاشور يبقى لوحده بنلعب 4-1-3-2 كنا كنت بتكلم كابتن شريف فيها، كنا بنتكلم لو مروان محسن موجود وفي ممكن تلعب باثنين بقى فرصه لجاردينون ان هو يغير. اما انت النهارده لو عندك اثنين بس ممكن لو نزل لو حصل حاجه تبقى مشكله. هي صلاح محسن النهارده كابتن حماده بتبقى صعب عليا انا برضو ببقى لوحدي وبواجه الدخول، وبعدين احنا هنقابل وجه تاني غير الوجه اللي احنا شفناه بتاع فرقه النجمه، احنا هنلاقي على ارضه لعيبه جديده راجعه، شايفوا ان هو جايب محمود سبليني ده او محمد سبليني ده جايبه مرجعه من المره اللي فاتت كان احتياطي عندنا هنا، فشايف ان هو في نص الملعب بيلعب وهيحطه في الفرقه النهارده، ففي عندنا وجوه جديده احنا النهارده جديده علينا في الملعب، احنا اللي هنشوف في اول 45 دقيقه الوجه الجديد بتاع فرقه النجمه دي. احنا بتلعب على ارضها، شكلهم بيلعب هجوم 4-3-3 دي يعني مش هيخافوا من النادي الاهلي وهيفتحوا مساحات النهارده وهيلعبوا من على الاطراف، ومدعمين بلاعب انتوا كلمتوا عنه حسن معتوه ده بسكورر وبيثق في نفسه وبيشوط بيمين وشمال ومرشح انه يكون في مارسيليا، فعندهم عندك جميع الحاجات النهارده ضدك، انك انت لازم لو ما لعبتش ضاغط عليهم يا كابتن سيد من الاول والميس باس بتاعك قليل يبقى الكونتر اتاك مش هيهددك قوي، غير ان انت دايما بتحط وجوه جديده. انا عندي علامه استفهام على مؤمن زكريا مثلا النهارده في فرقتنا احنا، مؤمن بينزل ما بشوفوش في الماتشات اللي فاتت كلها طالب الكوره يعني، عنده بلان في دماغه، عنده فكر هيعمله لي، عنده تعاون مع بقيه الفرقه، غير لما صلاح محسن نزل مثلا، غير الروح اللي موجوده عند وليد سليمان. يبقى كاردرون لما شاف النهارده مؤمن زكريا يبقى شايف النهارده ان هو في شكل معين عايز يعمل شكل هجومي يدعم بيه صلاح محسن، ووليد سليمان يطلع يدعم صلاح محسن، واسلام محارم بدخوله منطقه الجزاء تدعيم لصلاح محسن اللي هو التدعيم اللي انا كان نفسي فيه اللي هو يتمثل في وليد ازارو. بدعي له طبعا صلاح محسن النهارده ان هو يتحرك سويتشات على الاطراف عشان يريح كل الكور اللي جايه من نص الملعب عندنا، والعرضيات يقدر يستقبلها وما ضيعش فرص. بقى يا كابتن سيد لو انت سالتني على صراحه اهم حاجه الاهتمام، اتعلمنا كلنا ان لما بتجي لي فرصه وخاصه خارج ارضنا ان انا افكر فيها كويس قوي وانفذ فيها كويس قوي، وان شاء الله يكون لينا برضو ايه احساس في اول 10 دقائق وربع ساعه ان احنا الفرقه اللي بتعرف تضغط، الفرقه اللي بتنقل الكوره صح، الفرقه اللي بتروح على الجون بسهوله. طيب كابتن حماده، كل المباريات بتبقى انت عارف ايه المطلوب منها، الهدف منها ايه. النهارده الاهلي لو جاب جول بدري او جاب جول اثناء الماتش يعني هيصعب الامر جدا بالنسبه للنجمه اللبناني. انت عارف التعادل السلبي 0-0 هنا في القاهره، اي تعادل ايجابي اي تعادل ايجابي لصالحنا طبعا. الجون بيفرق بكتير جدا، لو انت سجلت هدف هو عايز يسجل اثنين، زي ما انت قلت التعادل الايجابي اللي صالح النادي الاهلي. التشكيله اللي موجوده قدامنا يمكن لازم اشوف ادوار كبيره لهاني ومعلول، لازم الاطراف النهارده لازم يشتغلوا بشكل كويس جدا، لازم البدايه بتاعتك تبقى تعامل الضغط الامامي من قدام، ما تخليش الفرقه تاخد الثقه في بدايه المباراه بالذات تلعب في ملعبها. والاهلي دايما بيعمل الحته دي بره، بيعمل الضغط، بيقسم الماتش على سيناريوهات معينه صحيح، اللي هو بتدي ممكن تعمل ضغط جامد من قدام، صلاح محسن بيقدر يعملها كويس. دور وليد سليمان اللي شفناه في الماتشات اللي فاتت، الدور الفعال النشط لصناعه اللعب وتسجيل اهداف، اللي بيجي من تحت راس الحربه والتحركات اللي قدام، في عدله كويسه النهارده لمؤمن واسلام محارب، يعني اسلام بيلعب ناحيه اليمين بيخش جوه بيشتغل بشكل كويس، مؤمن بيشتغل ناحيه الشمال، ولو يعني شغل مؤمن بتاع زمان اللي بتلاقيه راس حربه تاني
تلاقيه متواجد جوه ال 18 اللي بيتحرك لجوه ويطلع يعمل جبهه مع علي معلول. اسلام محارب يعمل جبهه مع هاني بشكل كويس. تحركات وليد اللي شفناها الماتشين اللي فاتوا كان نجم حتى في الماتش الاولاني بتاع النجمه. وليد ماشي بشكل كويس جدا صحيح. يعني مستواه ثابت ما شاء الله. تحس بتقل احلى فترات مش عايزين نحسده ما شاء الله ما شاء الله. تحس يعني بتقل في الملعب اللي بيعرف يقف على الكوره بيعرف يتحرك كويس. الماتش اللي فات جاب هدف وصنع هدفين وكل الاهداف هو ليه بصمه ليها بشكل كويس. الكوره الثابته بيديها بشكل كويس. لازم الدور الدفاعي مهم جدا لقلب الدفاع حسام عاشور وهشام محمد ازاي نقفل العمق بشكل كويس. في وقت من الاوقات انت بتبقى ضاغط هو بيعتمد على السرعات اللي عنده والهجمه المرتده حتى على ملعبه. فهي البدايه بتاعتك عامله ازاي؟ انت بادئ المباراه واقف ازاي في الملعب بتحط الفرقه الضغط اللي افتقدناه لما الاهلي بيفقد الضغط الملعب بيسيب منه. لكن لما بادي الضغط كويس جدا في نص الملعب بالقوه اللي بنعملها من هشام وحسام عاشور. حسام ليه دور كبير طبعا. حسام هو القارئ للملعب اللي بيربط الملعب بشكل كويس في التحضير في بناء الهجمه بيعملها بشكل كويس جدا حسام. الكور الثابته لازم اهتم بيها بشكل كويس. عندي العناصر اللي بتقدر تلعب الكور الثابته بيطلع كولوبالي بيطلع ايمن اشرف صلاح محسن بيلعب دماغه بشكل كويس. الكور اللي بره ال 18 عندنا وليد بيشتغل بشكل كويس مؤمن. فبقول الادوار الهجوميه مهمه جدا بالنسبه لنا. ازاي الاطراف بتاعتنا بيشتغلوا وهنعمل جبهات مهم جدا تبقى في جبهات في الملعب. هاني عنده المقدره علي معلول مفتاح لعب كويس جدا بالنسبه لنا ولكن عايزين التكمله جوه ال 18. عايزين اسلام محارب نلاقيه داخل في ال 18 ما بقاش صلاح محسن لوحده. تحركات صلاح محسن كمحطه للنادي الاهلي وعنده السرعات يعني هو قريب جدا من ازارو يمكن في التحركات والسرعه بيعرف يتحرك كويس في ال 18 بيعرف يخلق المساحات. يعني لو طلع لبره بتلاقي وليد هو داخل مكانه تلاقي مؤمن. الاربعه اللي قدام هم اللي بيعملوا التحركات اللي بدون كوره بتخلق لنا مساحات للعب. وده اللي عايزين نشوفه النهارده من الاربعه اللي قدام ازاي بيتحركوا ازاي وانا بفقد الكوره ازاي بيرجعوا بندافع بشكل كويس. الضغط اللي بنعمله بيبقى كان بفقد الكوره النادي الاهلي كان نفقد الكوره بيروح ويجيبها من مكانها ويبتدي يعمل التحولات السريعه بسرعه الهجوميه. طيب على العموم يمكن من اهم ايجابيات الرباعي اللي قدام ان هم اساسا زي ما حضرتك اشرت كده بيتواجد في 18. مؤمن زكريا من اهم ميزاته ان هو بيكون متواجد في 18. اسلام محارب كمان رجليه بتاخد في 18 وبيعرف يجيب جول هدف المباراه اللي فاتت هو مؤمن زكريا ووليد سليمان وصلاح موسى. نطلع فاصل ومكملين معاكم ملعب الاهلي وفريق ملعب الاهلي النهارده كابتن شريف وكابتن حماده وكابتن اسامه حسن. في الكواليس شويه حاجات حلوه كده بس انا عايز اقول على حاجه في الكواليس قبل ما اسالك السؤال الجاي بجد لا مفيش حاجه في الكواليس اسماء بتبقى جميله هو مخزن للسؤال بتاعك الجمل اسامه الجمل اسماء بتطلع جميله في الكواليس نتسجن عليها واحد ربنا والله اسماء حلوه والله ما ذنبي فيها يا كابتن اسماء حلوه اسماء حلوه اسامه المباراة اللي زي كده بقى خلاص كان فرقة حلوة وجميلة وكل حاجة لكن انت في النادي الاهلي في الاخر برضو انت الاهلي يعني ممكن تمشي المباراة زي ما انت عايز تمشي المباراة بالريتم اللي انت عايزه ده تبان ما بين الفرقة وتحكماتها يعني. لكن النهاردة الاهلي بيلعب باربعة اتنين تلاتة واحد اوكي يمكن وليد سليمان اجاد بشكل رهيب جدا في مباراة الحرية في المكان دوت. اسلام محارب زي ما اشار كابتن حماده وكابتن شريف ان هو لما بيلعب ناحيه اليمين بيبقى اجادته اكتر على فكره يعني تحس ان العدله بتاعته اكتر. النهارده يعني تواجد مؤمن زكريا ممكن يبقى فيه مش عايز اقول بدايه مؤمن زكريا مش محتاج ان احنا نقول بدايه لكن تواجده النهارده فعالياته النهارده ايجابياته النهارده الاربعه اللي قدام بيعرفوا يتحركوا كويس قوي مفيش مركزيه في بعض الاوقات بالنسبه لهم في تواجد في 18 بكثافه عالي قوي صلاح محسن وسرعات وكل حاجه لكن سيناريو اللقاء البدايات كيفيه مواجهتها او التعامل بتاعها بالنسبه لك هل يلعب الاهلي ضغط من الاول عن طريق الرباعي ده ولا يستدرج النجمه لنص ملعب الاهلي وبعد كده ينطلق في الهجمات المرتده وخصوصا لما يكون عندك سرعات زي صلاح محسن
لو اتكلمنا الاول عن تشكيل النجمه زي ما احنا قلنا كابتن سيد هو بنفس التشكيل الاولاني بتاعت مباراه الذهاب اللي كانت في مصر الاولانيه، هي بس فيها تغيير خروج علي سلمان من التشكيله وعلي الحاج ودخول حسن معتوق ومحمد سبلين، لكن القوام الرئيسي بتاع الفريق هو موجود زي ما هو ثابت زي ما هو. لا دخول علي سلمان، علي سلمان بيلعب، حسن محمد وعلي حسن محمد حسن محمد وعلي الحاج، دخول حسن معتوق المميز ومحمد سبليني، لكن هو ده اللي مشكله الملابس بتاعتهم يعني. اوكي اتفضل. لو اتكلمنا بقى عن شكل المباراه الثانيه، احنا شكل المباراه الاولى كان مختلف، كانت المباراه في مصر، النجم اللبناني جاي مصر مش عايز يخسر، عنده هدف. ودي بعض الصور خلاص انا اسف كابتن اسامه، بس دي بعض الصور ده حسن معتول اللي عليه الدايره الصفراء الثانيه اللي مش معاه الكوره، يعني في دايرتين صفر اللي معاه الكوره وده حسن معتول اللي هو الدايره الثانيه بقى. بص حضرتك ده معظم اللعب كمل. هو اللي بيميز حسن معتول انه دايما يعني دايما اللي معاه الكوره الثانيه هو بقى ده التمركز الناحيه اللي ناحيه محمد هاني هو اللي بيشتغل فيها، ودايما ما بيسلمش نفسه، دايما برده بينزل يستلم من نص الملعب، دايما خطورته لما بيجي من تحت عنده رؤيه وبيقدر يبقى فيرو الثاني بيدخل بيبقى فاضي في ال 18 ويقدر يسجل. لو احنا زي ما قلنا اتكلمنا عن تشكيله النجمه زي ما هي ثابته بنسبه 90%، لكن النهارده الدور المهم جدا للرباع الامامي بتاع النادي الاهلي وليد سليمان واسلام محارب مؤمن زكريا وصلاح محسن. شكل المباراه الاولى في مصر النجمه اللبناني كان جاي عايز يطلع بالتعادل، وده اللي احنا شفناه من سيناريو المباراه، كان عامل تكتل دفاعي بشكل كبير جدا صحيح مبالغ فيه طول 90 دقيقه، ما شفناهوش اي هجمات خطيره غير ممكن على استحياء هجمه وحيده بس هي اللي ظهر فيها شريف اكرامي في المباراه الاولى، لكن النهارده الشكل مختلف، هو بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، هيبدا يتحرر شويه من الشكل الدفاعي اللي ظهر عليه، عايز يهاجم بشكل اكبر، عايز يبدا يمسك نص الملعب، ده هيتيح لعيبه الاهلي انها تظهر المساحات اللي احنا بنقول على الرباعي مميز فيها بقى، صلاح محسن وليد سليمان مؤمن زكريا، الاختراقات بقى اللي بتيجي من تحت. النهارده حاجه مهمه جدا، مش عايزين التمركز بقى والمركزيه في اللعب ان انا مؤمن زكريا دايما واقف على الخط بستلم الكوره قافل على علي معلول، ونفس الكلام اذا كان اسلام محارب الناحيه الثانيه او وليد سليمان، لا لازم يبقى ليا شغل من جوه في وقت بستلم من بره وابدا اشتغل، بعد كده لما بستلم الكوره حسام عاشور او هشام محمد يستلم الكوره في وقت لازم اضم من جوه عشان افتح المساحه اللي في ظهري دي لمحمد هاني وعلي معلول. علي معلول مميز في الحته دي جدا، اول ما مؤمن زكريا بيستلم الكوره وبيخترق بيها لجوه بتلاقي علي معلول على طول بيعمل سبرنت بيعدي مؤمن زكريا، هو مميز. شفنا المباريات اللي فاتت في افريقيا علي معلول ما شاء الله بيعمل كم من الوفرات كبير جدا صحيح. في المباراه، لكن في حاجه مهمه بقى النهارده لازم يبقى في اتفاق، علي معلول وهو بيعمل الكوره كروس في ال 18 لازم يبقى في اتفاق سواء كان مع صلاح محسن او وليد ازارو، ما ينفعش اعملها اي حاجه في ال 18، لازم يبقى في اتفاق، ممكن الكوره تتعمل على العارضه الاولى وهو دايما بيقطع، خاصه ان احنا قلنا الاثنين اللي في قلب الدفاع احمد الديب المساك السوري وقاسم زين هي نقطه ضعف في فرقه النجمه اللبناني. هما ظهروا في المباراه الاولى بشكل كويس عشان كان عندهم حته التغطيه، كان عندهم التكتل الدفاعي، كان ادريس نيانج ونادر مطر وعلي بازي كانوا بيعملوا يعني الرجوع وكانوا بيعملوا الستاره قدام خط الدفاع، لكن النهارده ان شاء الله نقدر نشوف بقى التحرر شويه بقى من وليد سليمان ومؤمن زكريا المساحات اللي هتظهر في خط ظهر النجمه اللبناني. هشام محمد وحسام عاشور اللي نجحنا في مباراه حريه الغيني هو هشام محمد وحسام عاشور نطيط نص الملعب دي، وكان اللي رابط ما بينهم وكان ما بيربط بين الخطوط كان وليد سليمان. لو احنا ان شاء الله قدرنا نمسك المنطقه دي منطقه نص الملعب، عمليه الاستحواذ والتدوير اللي بتميز النادي الاهلي في كل مبارياته، اي مباراه ارجع عليها كده يا كابتن سيد هتلاقي فيها عمليه الاستحواذ والسيطره وتدوير الكره، هتلاقي دايما النادي الاهلي مميز وبيخلق بدل الفرصه فرص وتلاقي فيه يعني في اهداف في المباراه. فدي المنطقه المهمه جدا بالنسبه لهشام محمد وحسام عاشور، ان شاء الله يقدروا يمسكوا منطقه نص الملعب طبعا بقرب وليد سليمان منهم، انه كان عامل حاله ما شاء الله هايله جدا في مباراه الحريه، في كل مكان بتلاقي فيه الكره بتلاقي وليد سليمان بيحل فيه، ده مهم جدا، ده الدور اللي كان بيلعبه ناصر ماهر اللي كان بيلعبه ناصر ماهر وليد سليمان بيلعبه دلوقتي، فبيلعبه ما شاء الله بيلعبه بخبره بقى خبرات السنين اللي فاتت، هو ما شاء الله مميز وليد سليمان. تكمله الهجوميه النهارده مهمه جدا، ما ينفعش النهارده نشوف الكره عرضيه من علي معلول او محمد هاني واشوف صلاح محسن لوحده، لازم النهارده اشوف مؤمن زكريا فيرود تاني، اشوف وليد سليمان فيرود تالت، اشوف اسلام محارب قافل معاهم في ال 18 لما مباراه حريه دخل ال 18 شفناه بيسجل المباراه اللي فاتت، وطبعا حسام عاشور ليه الدور ده بقى اللي هو مميز بيه دايما بيغطي الناس كلها، اي منطقه بتتضرب في الملعب بتلاقي حسام عاشور
مغطي فيها. شفنا علي معلول كان بيطلع في كرات يجي النادي الاهلي يضرب من ناحيه الشمال تلاقي حسام عاشور ما شاء الله متواجد في الوقت المناسب يقدر يقطع كره ويبدا يشتغل تاني. طبعا المفاتيح الهجوميه عندنا النهارده كرات الثابته ودي يعني نقطه ما شاء الله كارترون اضافها للنادي الاهلي بشكل كبير بقينا مميزين فيها. طبعا بقدوم سليف كولوبالي النهارده عندنا علي معلول مميز جدا في الكروس اللي بيعمله بهدف واحنا شفنا ما شاء الله الماتشات اللي فاتت اهداف كتير من الكرات الثابته وحسمت مباريات. فاحنا عندنا النهارده الكرات الثابته في كولوبالي في ايمن اشرف بيطلع عندنا صلاح محسن بيطلع فاحنا مميزين في الناحيه دي. ان شاء الله اتمنى من البدايه النادي الاهلي يعمل الضغط العالي على النجم اللبناني. فالنهارده لو احنا جبنا هدف هتلاقي الدنيا بالنسبه له مرتبكه بشكل كبير تقدر تسجل هدف اثنين وثلاثه ان شاء الله. طيب كابتن شريف هروح لحاجه انت بتشير ليها دايما حته السرعات اللي موجوده عند مؤمن عند اسف صلاح محسن ووليد ازارو اللي بتعمل خلل الناس بتبقى مش عارفه ده بيعنده عمق هجومي اوكي العمق الدفاعي عندهم بقى في خلل كبير جدا على فكره يمكن ما ظهرش في المباراه الاولى بحكم ربطهم مع بعض او قربهم مع بعض كانوا رد فعل لا هم كمان كانوا قريبين قوي من بعض فما فيش ده بحكم بقى النتيجه واللعب على ملعبهم ووسط جمهورهم وعايزين يسجلوا عايزين هتبقى موجوده استغلها الاهلي ازاي؟ هل بتحضير تحضير تحضير ولا لعب طولي مفاجئ يا كابتن شريف؟ بص انا هقول لك على حاجه انت لعيب وكلنا لعيبه عاملين احنا الخمس دقائق والعشر دقائق الاولين انت الاول ما بتروحش فرقه الشمس ليه؟ انا كنت هناك لسه والله بس بطلت خلاص انا ما رحتش انا بطلت اتزلت ها؟ اتزلت بجيب اجوان كتير قوي ما فيش حد بيصور ولا حد بيحس اتفضل والله احنا انا في حاجه بس هرد عليك السؤال ده بس حاجه عجباني قوي قالها حماده وأسامة اللي هي ضربات الثابتة النهارده لينا وعلينا الحقيقة لينا واللي علينا يعني احنا بيبقى عندنا مشاكل كم قوي في اللي علينا ان احنا ازاي نعمل التنظيم الدفاعي برضه في الحاجات لان ما حدش بيعرف يروح على النادي الاهلي الا بالكرات العرضية او الحاجات التشيب هنا. بالنسبة لنا احنا بقى احنا في حكاية الميز باص بقى الميز باص اللي هو في اول خمس دقايق وعشر دقايق ده منهم او منا احنا هو ده اللي بيعمل السيطره هو ده بيعمل رد الفعل ان انت تعمل الكونتر اتاك مع التحركات اللي جميع الكباتن اتكلموا فيها وحضرتك اتفضلت على وليد سليمان واسلام محارب في الربط بين عاشور وهشام محمد بيبقى عامل مثلث الحقيقه انا شفته في ماتش الحريه يعني كان اسلام عاشور دايما هو اللغه اللي بين حسام عاشور واسلام محارب وبين هشام محمد ثلاثة كانوا ماسكين حتة ناحية الشمال دي مطمنيني ان مفيش اي اختراقات هتيجي من ناحية وبيحاولوا يغزوا دايما المنطقة الهجومية بتاعتنا وان كان وليد ازارو عنده سرعات اسرع بكتير قوي من صلاح محسن الحقيقة في الانطلاقات هناك وانه بيتعدى اتنين زي اللي انتوا اتكلمتوا عنهم احمد الديب وقاسم الزيني ده هنا برضو نفس القصة الامداد والتطوير ان احنا نخش منطقه الجزاء بتاعه فرقه النجمه لازم هيكون عن طريق ان احنا بضغطين كويس قوي وبنقطع الكوره مش احنا اللي رد فعل زي ما كانوا هم عندنا هنا في مصر. فالاطمئنان النفسي للباكات بتاعتنا وحارس المرمى بتاعتنا في الزيارات غير الكرات العرضيه كل ده من عمليه الضغط اللي انتوا اتكلمتوا عنها ازاي انا بضغط على اللعيب ده ما بديهوش حريه الاداء ما بديش لحسن معتود ان هو يجي يتمنظر عليا النهارده واحد ضد واحد اسيبه دايما مع محمد هاني بتوصل له الكره سهله قوي ويجي على محمد هاني ويحاول يعدي منه ياخد بقى فاول ياخد اي منظر يعدي يعمل لي كره عرضيه ملهاش اي لازمه احنا مش شايفينها ابص الاقي في جول بيخش انا اللي بلهس عشان اوصل للتعادل في المباراه لا انت دايما يبقى عندك فكر دايما زي ما احنا قلنا ان احنا يبقى لنا السبق في التهديف السبق في التهديف ده هو اللي بيحقق لك كل حاجه يا سيد انت ما المورال ايه بتاع الماتش ان انا اعدي من الماتش ده بس عايز اعدي الماتش ده بسهوله يبقى انا رايح عشان احرز هدف احراز الهدف ده بمكونات طبيعيه جدا في التحركات بتاعه الحاله البدنيه بتاعه فرقتي يعني انا الحاله البدنيه بتاعه فرقتي ازاي انا بقدر اطلع مع بعض ونرجع مع بعض ازاي بنبقى قريبين من بعض الخطوط جنب بعض متقاربه ما ببعدش بقى احس ان في حالة خلل في ناحية الشمال لعيب لوحده واقف هناك قبل ما بيروح علي معلول لمؤمن زكريا اتفضل يا كابتن انا بكلم قبل ما انا بروح مع معلول يلاقي مؤمن زكريا دايما يلاقي مؤمن زكريا دايما مؤمن النهارده انا عندي يعني احساس ان عايز اشوف مؤمن النهارده على طول بيطلب الكرة على طول بيحل اي حاجه مع سبورتنج مع صلاح محسن اللي هيخلي صلاح محسن النهارده نجم مش وليد سليمان بس هو مؤمن زكريا
مؤمن زكريا ده هو اللي هيحديني الحاله، ان هيدي كمان اهتزاز لفرقه نجمه، ان اي كوره هتيجي محمد هاني بالعرض، ومحمد هاني هيحاول طبعا يثبت النهارده في المكان بتاعه ده او في عموم لعبه، يعني ان هو بيأدي. هيكون لي 10 دقائق ربع ساعه منفصله كده في الملعب، ان انت هتلاقي النادي الاهلي بيهجم من ناحيه اليمين شويه، من ناحيه الشمال شويه. فلازم يكون في حد بيحسس ان زي ما قال اسامه انه بيروح على العرضه الاولانيه صلاح، ان في حد وراه كمان، ان احنا مش هنبقى بنلعب بناحيه واحده. فهي العمليه السهله اللي احنا هنعمل فيها ازاي احنا بنلاقي بعض في تكوينات صغيره، تكوينات كده، ونعمل سلوب اصبر صلاح في القرب من مسافات من بعض. طيب. ما نعملش مساحات بعيده عن بعض. تاكيدا لكلام كابتن شريف، كابتن حماده في حاجتين يلخصوا اللي بيقوله كابتن شريف ده، اللي هو العمق اللي قال اشار اليه، اذا كان احمد ديب او قاسم الزين، يعني اللي هم اللي بيلعبوا في الاثنين في عمق الملعب، وقفتهم والتمركز بتاعهم. انت عارف حضرتك في فرق كبير جدا من التمركز وشكل التمركز، يعني ممكن يكون متمركز صح لكن شكل التمركز بتاعه غلط، فده يساعد على النادي الاهلي. هم بيعملوها غلط على فكره، يعني هعرض لك كم بعد شويه كده بيجهزوها على طول صور لاحمد ديب وقاسم الزين، ممكن يستغلها النادي الاهلي، يستغلها الوقفه غلط. فممكن يستغلها النادي الاهلي بشكل كويس قوي عن طريق مهاره مثلا وليد سليمان او طريق تحرك صلاح محسن. كابتن حماده، احنا كان شغلنا الماتش الاولاني، وبرده مش عايز اقيم الماتش الاولاني، احنا كان شغلنا كله من العمق، في التمركز بتاعهم سيء جدا ديب وقاسم، وحسين شرف الدين كان على طول احنا رايحين من الجنب ده عاملين جبهه قويه جدا في الحته دي، عشان علي الحاج اللي كان بيلعب الماتش الاولاني ما كانش بيرجع مع حسين شرف، ولكن الناحيه الثانيه كان علي سلمان على طول بتلاقيه مع علي حمام، الاثنين قافلين عاملين جبهه من ناحيه اليمين. فكان شغلنا كله في العمق من عند التمركز السيء بتاع المساكين وعدم المساعده بتاعت حسين شرف الدين، كان دايما على طول احنا رايحين اثنين، تلاقي واحد بيخش جوه وياخده معاه، وتلاقي المساحه فضيت هاني اوفرات كتيره من هنا، وليد كان بيروح برضه، وليد كان بيلف وبيجي من المكان ده بشكل كويس جدا. فمش عايز اقيم المباراه الاولى، المباراه الاولى كانت يمكن بدايه فتره الاعداد او بدايه الموسم بالنسبه لنا وبالنسبه لهم، ولكن كان في فروق فنيه كبيره بيننا وبينهم. النهارده هو لاعب اكتر من ماتش، يمكن لسه كسبان المباراه الاخيره من حوالي اسبوع مع الانصار اربعه. لا انا شفت فريق مغاير عن الموجود هنا، فريق بيتحرك بشكل كويس جدا، حتى عنده على في المقاعد البدلاء حسن محمد راس حرب مهم جدا، وعنده السرعات وبيشتغل بشكل كويس. علي الحاج بيلعب ناحيه الشمال بتلاقيه مكمل. عنده زي ما قلنا ذكرنا نادر مطر ده من نص ملعب اللي بيكمل يمين وشمال وتحت راس الحربه، فعندهم مجموعه في نص ملعب مميزين جدا اللي هو علي بازي ونادر وادريسا نيانج، الثلاثه اثنين عليهم ادوار هجوميه بيكملوا كويس، وواحد ليه دور دفاعي بتلاقيه واقف مأمن عمق الملعب اللي هو ادريسا يانج ده، وقوي وكورته كويسه، فعندهم نص ملعب جيد، عندهم الاضافه بتاعت معطوق اضافه قويه. طبعا محمد اللي هو السبليني ده ممكن تلاقيه هو المهاجم، ممكن او ممكن الشكل يتغير زي ما انت قلت، ممكن سلمان يبقى هو اللي راس الحربه والاثنين من الاطراف. هنشوف. لكن ارجع لحته المدافعين يا كابتن حماد، دول الاثنين السردباكين اذا كان قاسم زين او احمد ديب لابسين احمر على الاحمر على خط واحد، واقفين هما الاثنين على خط واحد. بص حضرتك يعني هما الاثنين اكتر عددا، لكن بص حضرتك التمركز بتاعهم سيء. سيء جدا. يعني سهل جدا يتضربوا. عندنا صلاح محسن دايما بتلاقيه بيطرف كتير، فلازم مين يخش مكانه في العمق، مين التكمله اللي بتبقى جايه من نص الملعب، يعني برضو مش عايز هشام وحسام عاشور الاثنين ثابتين، لازم حد بيزيد جنب وليد، يبقى الراجل الثاني جنبيه، يبقى عندنا الزياده العدديه في نص الملعب المهاجم مع وليد سليمان مع اسلام محارب، يبقى هشام محمد واحنا معانا الكوره اكيد بتلاقيه ماشي لقدامه، واللي بيامن عندنا حسام عاشور اللي يبقى قاعده من تحت اللي بيعرف يدور الكوره بشكل كويس. حتى طب بص ده يا كابتن حماده برده، يعني بص حضرتك اقف كده، بص الاحمر هو النجم اللبناني. بص العدد قد ايه، وبص المساحات اللي ممكن يتلعب فيها الكوره، يعني المساحه اللي بين الباك ليفت والمساك، الاثنين المساكين واقفين مفيش العمق اللي هو المفروض او قريبين من بعض لامين مع بعض، هتلاقي مساحات تشتغل فيها. زي ما قلنا هم هنا كان بيلعب بالفرقه كلها ورا الكوره، كلهم بيلعبوا في 30 متر يمكن وصلوا لغايه ال 18، التيم كله واقف، وكان حسن محمد اللي قدام. هنا ان شاء الله النهارده هيبقوا ناطرين لقدام شويه، عشان هتلاقي عندك انت مساحات،
التحرك الحر اللي قدام هو ده اللي هيخلق لنا مساحة، سرعة تدوير الكرة، تمرير السريع اللي ممكن نشتغل في تدوير الكرة ده، ده اللي هيدينا الأفضلية. لكن لو في بطء في التمرين، في ميس باص كتير، هو مع الحماس مع الجمهور مع الملعب هتلاقي ايه، في نشاط عنده كتير قوي، كله برضه بتلعب النادي الاهلي عايز تعمل. يمكن سمعنا قبل كده الفرقه دي على ملعبها مغايره عن بره خالص، فيها حماس الجمهور والملعب ونوعيه اللعيبه عنده، نوعيه لعيبه كويسه جدا موجوده في الملعب. لكن هو الضعف اللي موجود عنده في الدفاع، ازاي اقدر استغل الضعف دوت واخلي بالي من الناحيه الهجوميه بتاعتهم اللي عندهم سرعات موجوده قدام، عندهم لعيبه كوره بشكل كويس، ولكن انت تقدر لازم تقفل كويس برضه زي ما تقول في توازن شويه في المباراه، ازاي بتعمل السيناريو بتاعك زي ما قلت، ازاي بعمل الضغط العالي من قدام ومره واحده برجع بقفل ملعبي، ادوار الاطراف اللي من تحت معلول وهاني لهم دور كبير النهارده في الماتشات اللي بره، بتلاقي كله فيه رقابه كويسه للناس اللي قدام والتحركات وبتاع، انت بتخلق فرصه وليد اللي بيخش جوه او اسلام بيخش جوه عشان يلاقي محمد هاني صح. هو خد المساحه تمام. الناحيه الثانيه برضو علي معلول هو مفتاح لعب جيد جدا بالنسبه لنا، علي في الاوفرات في الدخول من جوه بيعرف يتحرك كويس جدا في التلت الهجومي بشكل كويس، ده المطلوب من الاثنين دولت. هتلاقي الدنيا مقفوله على وليد، الدنيا مقفوله على صلاح محسن في اوقات التحركات ديت مع الاندفاع اللي جاي من تحت هشام محمد مع الناس، هي دي اللي تخلق فرص في ماتشات زي كده في ملعب زي دوت مع الجمهور. طبعا في خبرات كبيره عند لعيبه النادي الاهلي. بسيره الجمهور، احنا كمان في الاهلي له جمهور كتير هناك يعني موجود حتى في الملعب دلوقتي في جمهور كتير يا كابتن اسامه. يعني هعرض لك بقى اهو ده موجود، كل دي جماهير بتسند وبتشجع النادي الاهلي الموجوده، الجاليه المصريه هناك وخصوصا كمان جاليه كبيره كويسه. طبعا جاليه كويسه. لو كمان اداره النجم اللبناني عشان عارفين ان في جمهور النهارده غلوا تذكرة المباراة من 3 دولار ل 5 دولار عشان عارفين ان في اقبال جماهيري. ب 5 دولار؟ كانت 3 فغلوها ب 5 دولار عشان عارفين ان في اقبال جماهيري. يا عم الاهلي بيروح اي حته بعيد بالنسبه له. صح والله عيد بالنسبه له. زي ما كان بيجي الصعيد عندنا تلاقي الدنيا اتقلبت. اي حته طبعا. طيب كابتن اسامه، من خلال تحليل حضراتكم وتحليل كابتن شريف وكابتن حماده وانت، ومن خلال الصور اللي احنا شفناها، اعتقد ان ممكن يبقى نجم المباراه الاول النهارده لو في حاله تركيز اروح انا او اميل لنا من خلال طريقه لعبهم او تمركزهم او شكلهم، اعتقد ممكن علي معلول. علي معلول لو في حاله كويسه بالشكل اللي هو مركز فيه هيبقى جاي من ورا، مش مفيش رقابه عاليه قوي بالنسبه له، مع شكل تمركزي غلط ولا حاجه ممكن علي معلول يبقى نجم اللقاء الاول. طب علي معلول النهارده كمان خاصه انك انت عندك طول ما انت فاتح الملعب في الناحيه الهجوميه بتقدر يعني يبقى عندك مفاتيح لعب. علي معلول طبعا مفتاح لعب مهم جدا للنادي الاهلي في النواحي الهجوميه. لو قدرنا النهارده نشوف هشام محمد مع حسام عاشور مثلا الهجمه ناحيه اليمين وفي الشورت باص وبتنقل الناس ورا وبدات تنقل الملعب بتغيره ناحيه علي معلول واختراقت من الناحيه دي، هتعمل طبعا مشكله كبيره لفرقه النجم اللبناني. لكن النهارده برضو عايزين نتكلم، يعني كارتيرون النهارده ما شاء الله عنده دكه يعني اقوى من اللي موجوده في الملعب كمان. لو اتكلمنا النهارده يعني على عندك يا كابتن سيد او البدلاء الموجودين بره، طبعا شريف كرامي من العناصر الاساسيه دايما بياخد في اوقات مهمه وبيلعب ودايما بيثبت نفسه. عندنا طبعا احمد فتحي ووليد ازارو، اثنين ما شاء الله خبرات. النهارده برده كارتيرون مريحهم، لو تم الدفع بيهم في الشوط الثاني في اي وقت ما شاء الله هيبقوا اضافه كبيره ونقله كبيره. عندنا محمد شريف، يعني محمد شريف يعني شفناه في اول مباراه في الدوري مباراه الاسماعيلي واحرز هدف وما شاء الله ظهر بشكل كويس، لكن يعني علامه استفهام اختفى شويه. ما اختفاش، هو كل ما بينزل بيبقى ليه بصمه. يعني هو انت عندك برضه قاعد بره وبيلعب جناح كويس جدا يمين. انا قصدي ان بقاله فتره يعني احنا اخر مره شفناه كان مباراه الاسماعيلي. بس هو يمكن عشان ما تمش قدوه افريقيا ولا حاجه فبالتالي تم تجهيز الناس الثانيه. بالظبط. لكن هو من اللعيبه طبعا المهمه ان شاء الله، يعني نشوفه بصفه اساسيه ان شاء الله خلال المباريات اللي جايه. عندك لو انت حبيت برضه في اي وقت من الاوقات تامن، عندك في اكرم توفيق، في عندك النهارده دخول صابر رحيل بعد فتره برضه، فانت ما شاء الله عندك دكه قويه جدا برضه تقدر تغير بقى سيناريو اللعب في اي وقت. لو عايز تعمل ضغط هجوم ممكن تنزل وليد ازارو وصلاح محسن زي ما الكابتن شريف بيقول، وتلعب باثنين مهاجمين وتقدر تكثف النواحي الهجوميه بتاعتك. الكابتن شريف بالموضوع ده على طول. لا هو في حاجه حلوه قوي النهارده ان هم هيطمعوا في المباراه، مش هيعملوا لك
التكتيف اللي كتفونا هنا هتلاقي راسين حربه في الاخر. هو دايما كل ماتشات هيختم بكده، بيعمل عند راسين حربه. الشوط الاولاني بيقولوا الشوط الثاني دايما شوط المدربين. دايما بصمتك ورؤيتك تقدر يعني تغير المباراه. مقتنع انت يا كابتن حمد بالمقوله دي؟ الشوط الثاني شوط المدربين؟ لا الماتش الاولاني شوط مين؟ الماتش كله بتاع ظروف الماتش يعني اكيد الحلواني لما يلعب ما هو برضه شوط المدربين. لا بص اكيد الراجل لا قصدي ممكن يحصل سيناريوهات كتير اثناء الشوط الاولاني. مغلوب، عايز تكسب، الوقت ما اعرفش ايه، يحصل لك اصابه داخل الملعب، يعني دايما يعني اسامه بيقول حاجه حلوه، عنده دكه جامده جدا. يعني رؤيه المدرب بتبقى صوره اوضح بالنسبه له، مهما انت عامل تحليل في الفرق اللي هتلعبها بتنزل بتلاقي ظروف مغايره ممكن. ايوه فانت رؤيتك الشوط الثاني عشان انت اثناء الماتش مش هتعرف تتكلم كتير، لكن رؤيتك الشوط الثاني بتبقى انت شفت الخلل الموجود عندك، الخلل الموجود عنده، الاجابات الموجوده عنده، الاجابات عندك، فبتعرف تنقل حاجه انت شايفها من بره. يبقى تعمل التعديل دي بتقول لك شوط، ده بيقول على شوط المدربين، لكن هي رؤيه بتبقى موجوده. وهو السيستم اللي شغال بيه ده سوري يا حماده، لو هو ماشي كويس هو خلاص ماشي بالسيستم بتاعه، الاثنين اللي مأمنين له جنب بعض والثلاث وبينقل الفيرود بتاعه، جاب جول بيطعم بقى بالجول الثاني. لما هو لو قدر الله ودخل فيه جول هتلاقي ازارو ده في 5 ثواني حماده هيروح يقول له انزل ازارو في ثانيه الحقني عشان انا لازم اجيب جول خلاص. لا هيبقى شكلنا شفنا مباراه الحريه هناك، بدات الحريه عايزه تضغط النادي الاهلي وعايزه تكسب وعلى ملعبها، راح منزل صلاح محسن مع وليد ازارو، بدات المساحات، شفنا شوطين ثلاث اجوان انفرادين لصلاح محسن. صحيح هو ده عشان كده بنقول الشوط الثاني دايما شوط المدربين، يعني يعني ان شاء الله في رايه اكبر يعني للمدرب، يقدر يحط بصمته تغييراته. عنده خلل زي ما كابتن حمد بيقول، يقدر يسده من بديل قاعد جنبه مع الدكه، ينزله ويغير مجرى اللعب. لكن النهارده طبعا يعني احنا بنتكلم فنيا كتير، لكن اللي بيحسم بقى اللقاءات دي كلها هي الفرص. لما تجي لك فرصه خاصه في بدايه المباراه، عايز تقتل المباراه وعايز تخلص المباراه وعايز يعني يبقى في سيناريو تاني للنجمه مختلف، هات هدف من اول مباراه هتلاقي الدنيا بقت اريح. توفيق بدات دي ارضيه الملعب يا كابتن اسامه. الملعب طبعا واضح الملعب ده ظبطوه هم، ما كانش كده زمان هو هيتقفل يعني. دي صوره قديمه مش دلوقتي يعني. دي قديمه؟ هل دي دلوقتي ولا قديمه؟ ده دلوقتي بيقولوا لي بقى شوف الجمهور عامل ازاي. نادي الاهلي النهارده كله لابس ازرق. الاهلي هيلبس ازرق والنجم لابس احمر. اللي حلو قوي النهارده يا كابتن سيد ان هم هيطمعوا في الماتش زي ما انا بقول لك، فهيفتحوا لي المساحات، هتلاقي عندهم خطوط بتهجم. وانت ما كان الكلام ده ما كانش موجود عندنا في المباراه بتاعت مصر، كانوا كلهم راجعين لورا ومقفلين على نفسهم، مش عايزينك تاخد مساحات تجري فيها. اعتقد انت عندك فرصه النهارده كنادي اهلي بالسرعات اللي موجوده عندك انك تترجم اي هدف، هيبقى مدينك الفرصه، مدينك اكسجين في الملعب. انما المره اللي فاتت هتلاقي يعني كانوا رد فعل كره بيطفشوها في اي حته، ما حدش كان بيلومهم عليها. صحيح ده اخر 5 دقايق في الماتش لو تفتكروا كان الموضوع صعب جدا يعني. ما حدش كان بيطلع خالص، كان كله دخل في ال 18، كله دخل ال 18 تكتل دفاعي. هم احتفلوا بعد المباراه كمان بعد النتيجه ما طلعت 0-0، احتفلوا في اوضه اللبس طبعا. يعني هي بالنسبه لهم نتيجه كبيره جدا انه يتعادل مع النادي الاهلي وعلى ملعبه، فدي حاجه كبيره. لكن يعني المباراه او انك تخلص دور 32، لا هي يعني مش عايزين نتفاجئ النهارده بمستوى غير اللي احنا شفناهم في مصر الحقيقه. لا تتفاجئ مستوى غير انا مش عايز اقول ان احنا هنتفاجئ طبعا، هنبقى كويسين صح، فاحنا عايزين احنا نسهل على نفسنا. لا انا بقول لك يعني كويسين يا ابو ليه، يعني هو زي ما قلت قبل كده ان هو كان بادئ مع مدرب جديد، مع لسه بدايه مباراه، بدايه موسم فتره، فكان الفني بتاعهم كان قليل جدا، لكن اكيد هتلاقي شكل مغير احسن، هيبقوا احسن. ولكن احنا قادرين، يمكن انت كنت عايز تتكلم على مؤمن زكريا حته الرجوع. يعني مؤمن بقاله فتره فعلا هو بعيد، لعيب كبير وكل حاجه، ولكن لازم عنده دوافع جديده. يعني ماتش ده ممكن يرجعه، الله ينور عليك، يرجع تاني مؤمن اللي هو بيشتغل بيعمل. لكن الراجل بقاله فتره شايف مؤمن بعيد عن الصوره، او هو فنيا بعيد شويه، المس باص عنده كتير قوي، ومحتاج هدف يا كابتن، محتاج ياخد الثقه، هدف لو جاب هدف يخش، ملاش دعوه بالخبره والبتاع. كل فتره اللعيب لازم يبقى عنده دوافع. اعتقد النهارده بالذات في الانديه الكبيره، اعتقد النهارده نفسيا حتى هو مخليه يبتدي من الاول. ممكن يحسسه دور كبير ويلعب في مكانه، يحسسه باسمه وامكانياته وكده، وهو قادر يعني. مؤمن عنده بيثق فيه الراجل، خلي بالك يعني طبعا. عشان هو لعيب كويس يعني، انا ضرب وليه مؤمن، لا مؤمن لعيب كويس جدا، بيتحرك كويس، من ناس احسن ناس بتتحرك في الناحيه الامنيه. صحيح بتلاقيه يعني وعنده
احساسه على الجول كمان عالي جدا، احساسه بيخش واقف مكانه فين في ال 18 حرام جدا، انا مسميه الحرام، بيعرف يش... يسرع الفرح في اي وقت يعني. لا بيعرف ياخد اماكن، دي موهبه، موهبه اللي انت ازاي بتلاقي نفسك موجود في حته صح، بتعرف تجيب جون يعني راجل هداف وعلى جسمه بتلاقيه بيلعب بهدر كويس جدا، بيسجل كل حاجه براسه بشكل كويس، بليسنج بشماله وعنده خلق المساحات رائعه. صحيح، يعني عنده قدره لصناعه الاهداف كمان، لو بيتحرك روح فالت بعدي وبيعمل كره يجيبها لراس الحربه يشتغل فيها بشكل كويس جدا. هو بص، هو اللي يخلي زي ما انت قلت علي معلول نجم اللقاء. هو مؤمن من تحركاته وهو اللي هيعمله المساحه، يعني هو الراجل قدام علي لو دخل العمق كتير كمان. بالظبط، هو بس عمق مع اللي انا بوسع بعمل مساحه كويسه لعلي اقدر يشتغل فيها بشكل كويس، يخليه يعني دي المنطقه اللي ممكن نشتغل فيها كويس جدا. عماد لو عايز يلعب النهارده هو مفتاح الفوز بتاعنا. هو دماغه مركزه النهارده انه يبقى هو مؤمن زكريا الطبيعي، يعني بص الهدف ده على طول بتلاقيه راس حربه. صح، يعني الكره من الناحيه الثانيه بتلاقيه هو بيقفل صح، هو ما بشوفوش انا، ما بشوفوش غير وهو جون. يعني انا عشان كده بقول لك ده بيسرق الكوره يعني ما طيب. يعني هي الميزه بتاعت النادي الاهلي بيعرف يعمل مساحات حلوه قوي للعب قدامه. طيب نروح لكريم احمد على طول من ارض الملعب ونشوف اخر الاجواء بقى قبل بدايه اللقاء المهم جدا للاهلي مع النجمه اللبناني. كريم سامعني؟ سامعني يا كريم؟ مشكله في الصوت. طيب الصوت صعب شويه يعني. طيب الصوت صعب شويه. كابتن حماده كنت شايف كنتوا عايزين تكملوا طرحكم. طرح الملعب يعني في الشكل؟ لا كنت بتتكلموا على مؤمن زكريا على مؤمن يعني وال احنا بصراحه وادائه احنا محتاجينه النهارده ان هو يكون يعني بيغير الشكل اللي فات بتاع الثلاث مباريات اللي فات، حتى يمكن ماتش حريه جات له كام كوره كده جوه ال 18 ما في، قلت يعني احنا كلنا زي ما بنزق معاه يعني عايزينه بقى هو اللي يزق. احنا بص النادي الاهلي مفتقد حته الوينج. يعني وليد بيعملها كويس، اسلام شويه، لكن كان دايما وليد ومؤمن عاملين اطراف كويسه جدا. عندك انا عايز اسالك كمان اجاي. طيب بالظبط كده كريم، كنت عايز طبعا عن الفرق بتقول لك ازاي، بقول لك الاجواء هنا وحشه جدا، يمكن جمهور نادي النجم الثاني زي ما قلنا وصل الى 10,000 مشجع لنادي النجم الثاني على الجانب الاخر الجاليه المصريه، وجمهور النادي الاهلي وصل الى 2000 او 2500 مشجع كويس. يمكن في بعض الامور الخاصه كده من جمهور نادي النجم كنا بنتمنى ان هي ما تخش مع لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، لكن دي عاده كره القدم، بنتمنى ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي ويخرج الجمهورين بسلام، وايضا كمان تخرج المباراه بالشكل الذي يليق بالنجم الثاني والنادي الاهلي. اوكي، لكن اللعيبه خلاص نزلت ارض الملعب ولا فاضل شويه يعني؟ خلال ثلاث دقائق كنت مشاهد هيكون لعيبه نادي النجم ولعيبه نادي الاهلي في ارض الملعب، خلاص يمكن دقائق بسيطه جدا وهيتوجه الفريقين لارض الملعب لانطلاق هذه المباراه اللي بنتمنى ان شاء الله تحقيق فوز باذن النادي الاهلي في مباراه الاهلي والنجم الاثنين. مكملين معاك يا كريم باذن الله، نحتفل بعد اللقاء باذن الله بصعود النادي الاهلي للدور ال 16 من خلال بطوله الشيخ زايد للانديه الابطال. اسامه هشام محمد، مش مساله كمان كيفيه اللعب، انت عارف يا كابتن حماده كابتن شريف ممكن نقول طرق اللعب حلوه جدا، لكن حاله الفريق او حاله اللعيبه ما تساعدكش ابدا ان انت تنفذ اللي انت عايزه. او اسلوب لعبك او الطريقه اللي هتواجه بيها الفرقه الثانيه ولا حاجه جميله وكل شيء، لكن مستوى الفريق او مستوى اللعيبه اللي انت بتحطها في الملعب او بتختارها مش قد اللي انت عايزه. هشام محمد في الفتره اللي فاتت مستوى رائع جدا. الاستحواذ جميل، الدنيا حلوه، الشراسه موجوده سنه، وان كنت اتمنى كمان ان الشراسه تزيد اكتر، يعني الشراسه تزيد اكتر عند هشام. لكن كلمني على هشام محمد كده قبل بدايه اللقاء على طول. هشام محمد يعني مع غياب السوليه بدا ياخد الفرصه بشكل اكبر، ما شاء الله دلوقتي بيثبت اقدامه في 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 في, في النص مع حسام عاشور، حتى عامل هو ثنائيه مع حسام عاشور ما شاء الله هايله. كنا بنتكلم شويه عن هشام محمد، هو هشام محمد مميز في حته الاستحواذ في نص الملعب، ودايما وقفته صح لما بيسلم الكوره بيفتح لنفسه مساحه رؤيه كبيره جدا انه يقدر يشوف الاطراف ويشتغل حتى مع المهاجمين، دي من الوقفه الصح اللي بيوقفها، ما بيوقفش دايما بظهره، فلما بيستلم يبدا يلف ياخد وقت، لا دايما واقف بجنبه، ودي ميزه مهمه جدا لعيب نص الملعب
اللي هو بيعملها هشام محمد، انه دايما بيقف في نص الملعب فبيستلم، فدايما كاشف الملعب سواء مساحه صغيره او مساحه كبيره. كنا اتكلمنا عليه شويه في النواحي الدفاعيه، وانه هو دايما يبقى يعني يخربش في نص الملعب زي ما بيقولوا يعني. لا دي ما شاء الله مع زياده المباريات وانه بدا ياخد الفتره اللي فاتت ما شاء الله شفنا النواحي الدفاعيه عنده زادت بشكل كبير جدا. فده تميز بها هشام محمد خلال الفتره اللي فاتت. الحاجه برضو اللي بدا يتميز بيها يعني بيعملها السوليه طبعا بشكل مميز جدا، لسه محمد هشام محمد ما وصلهاش بالشكل اللي بيعمله السوليه، حته التكمله الهجوميه ليه. يعني في وقت من الاوقات كنا بنشوف السوليه بيدخل ال 18 بيضيع اهداف بيجيب اهداف، دي كان بيتميز بيها بالرغم انه كان بيلعب جنب حسام عاشور. هشام محمد بيعملها بس مش بالشكل الكبير، ان شاء الله نشوفه خلال الفتره الجايه بيعملها بالشكل الكبير. ان حسام عاشور بيدي ميزه جنب اي لعيب نص ملعب بيلعب جنبه ان هو مامنه دايما بشكل كبير. انت لما بتلعب في نص الملعب بيبقى عندك ناحيه هجوميه بتعملها وناحيه دفاعيه، فانت بتكون شايل هم لما انت رايح في الناحيه الهجوميه ببقى شايل هم ان انا الدور الدفاعي، حسام عاشور بيامنني بشكل كبير جدا، فما بيخلكش شايل هم ان انا ارجع بعد ما افقد الكره، لا هو قايم بالدور ده ما شاء الله بيغطي كل الناس في نص الملعب. هشام محمد ما شاء الله عليه مميز خلال الفتره اللي فاتت يعني، وبدا يثبت رجليه في نص الملعب. كلام جميل. محمد هاني كمان يعني، كلمني كمان على دور محمد هاني يعني في عدم وجود احمد فتحي النهارده كابتن شريف. محمد هاني، محمد نجيب، كل دول جنود اول ما بتحتاجهم وانت اول واحد عارفهم الحقيقه بيدوا لك. وصبر الرحيل برضه لما بتيجي تنداله تقول له تعال العب في اي غيابات في اي اصابات، الحقيقه ان رجاله جدا وبيدوا لك زي ما بيدي لك محمد هاني جوه في الديفندر زي ما هو بيلعب ناحيه الطرف، وبيدي على حسب اللياقه البدنيه اللي هو متوفره له حتى مباراه اليوم، بيدي لك الحقيقه الوقت واللعب المنظم اللي هو تعليمات الكوتش اللي بره، ما بشوفوش بيبتكر حاجه زياده غير انه بيدي كل الامكانيات اللي عنده، الكرات العرضيه اللي بتسمح له الديفند يبقى ماشي مان تو مان مع الراجل، ما بيدولوش مساحه عشان يستلم منه، وخاصه انت في حسن معتوق اللي انتوا بتتكلموا عنه النهارده، حسين معتوق ولا اسمه ايه؟ حسن معتوق. فالنهارده اعتقد ان هو برده من احد المفاتيح بتاعتنا ان شاء الله، اللي هي لازم تترجم لنا الحاله الدفاعيه اولا ثم الحاله الهجوميه. كلام جميل. الكلام على حته الـ يعني ان شاء الرحمن مش هنروح لضربات الجزاء والدنيا جميله والدنيا لطيفه وكلام، لكن في اوقات لازم تفكر بالواقع. لازم تفكر بالواقعيه والمنطقيه واللي ممكن يترتب عليه من مجريات الامور او احداثها اللي توديك لنتيجه حتميه. يا كابتن حماد انت بتتكلم على مباراه انتهت اللي هي مباراه برج العرب 0-0، وقد يكون المباراه الثانيه اللي هي موجوده النهارده برضو تروح وارد ل 0-0. لازم تفكر في كل الاحداث من وجهه نظر فنيه بقى وتدريبيه. يعني هل كارتيرون مفكر في الجزء ده عشان كده قعد وليد ازارو في ختام اللقاء، ولا من وجهه نظرك لا الموضوع انا عايز احسمه من 90 دقيقه كابتن شحاته؟ هو بيحاول طبعا يحسمه من 90 دقيقه اكيد طبعا، ولكن عنده الاوراق بره لاي ظروف حصلت. لا عندي اوراق قويه بره يعني، عندي ناس بره يمكن ما عندوش حد يشتغل في ناحيه المساك، عنده احمد فتحي هو الوحيد اللي تلاقيه بره لو حصل حاجه في الاثنين المساكين. مش عايز توتر بقى من الحكم برضه، من في الماتشات البطولات العربيه بتلاقي فيها شويه توتر شويه انصاف يعني من الحكم يعني اللعيبه ما بتبقاش ما تنسقش ورا التهيئه للمباراه يعني تهيئه للبطوله، الدوافع بتاعه البطوله اكيد مستر كارتيرون مديها عند اللاعبين اللي بتشارك في كذا بطوله. يبقى انت مركز قوي قوي مثلا في افريقيا وتيجي في حاجه زي كده حكم اللقاء طبعا يعني حكم سعودي هو يا رب ان شاء الله يبقى موفق باذن الله برضه يبقى يديك حقك، وبرضه مهم جدا عشان حته العداله باذن الله في الملعب. الدوافع عند اللعيبه تبقى قويه جدا، دوافع البطوله لما بتلعب وزي ما قلت بتلعب عندك دوافع للافريقيا اللي انت بتبذل اقصى حاجه، بتيجي في ماتشات زي كده ما كانش المدير الفني مهيئ اللعيبه بشكل كويس لبطوله زي ديت بتبقى مشكله كبيره. تتوقع ايه يا كابتن حماده؟ يا رب ان شاء الله نحسم من الشوط الاول باذن الله. من الشوط الاول ان شاء الله باذن الله. كابتن ان شاء الله فوز النادي الاهلي باذن الله. كابتن شريف فوز النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله. طيب انا شايفها مباراه مش سهله، مباراه صعبه مش سهله خالص، وخصوصا كمان ان انت بتلعب على الفرقه بتلعب فرقه متحمسه جدا 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 وهي بتواجهك. ايا كان الشكل يا رب ان شاء الله الرحمن التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. هنطلع نتفرج على اللقاء وبعدين بعد اللقاء مباشره ترجعوا لنا ان شاء الله الرحمن في ملعب الاهلي وكابتن شريف وكابتن حماده وكابتن اسامه لنا يوم هيبقى جميل باذن الله نحتفل بيه بصعود النادي الاهلي ان شاء الله.